السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. حلقة جديدة من الأهلي في رمضان. برحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وبرحب بزميلي محمد سعيد، علشان النهاردة عندنا حلقة من العيار التقيل، حلقة هو بيحب يتكلم فيها. حلقة النهاردة عن ملف التحكيم وإيه اللي بيحصل في التحكيم المصري ورايح بينا على فين. اهلا بيك كابتن اسامه، واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. منور الدنيا يا كابتن اسامه، وبالتاكيد النهارده بصراحه مش عارفين الدنيا رايحه فين يا كابتن اسامه في موضوع التحكيم، خصوصا بعد الاخطاء المتكرره دي. ومش عايز اقول ان هي متعمده، بس موضوع الاخطاء ده طول معانا شويه الفتره الاخيره، ومش عارفين ايه الحل. عموما هنتكلم كتير على الملف ده مع خبرائنا. النهارده معانا اتنين من خبراء التحكيم في الجزء الثاني من الحلقه، لكن حلقة النهاردة أكيد فيها تفاصيل كتيرة. وعموما قبل ما نتكلم في ملفات النهاردة يا كابتن أسامة وآخر الأخبار، لازم نوجه في البداية تحية لقواتنا المسلحة. النهاردة تحتفل مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان 1393 هجريا، الموافق السادس من أكتوبر 1973 ميلاديا، وهي الحرب التي نجحت فيها القوات المسلحة المصرية من العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس واستعادت الأرض. كابتن أسامة، هتفضل حرب أكتوبر هي حرب العزة والكرامة، وهيفضل النصر العظيم في قلوب كل المصريين وذاكرة الأمة. ولازم نقول لولادنا إن انتصار أكتوبر ما كانش حدث عادي، بل كان يوم تاريخي عظيم في تاريخ مصر. قدر جيشنا العظيم في قهر الجيش اللي قالوا عليه لا يقهر. تحية لشهداء مصر الأبرار، تحية لجيشنا العظيم وكل بطل ضحى بروحه ودمه علشان الأرض والعرض. حرب أكتوبر نصرة لبلدنا بإيدين ولادنا. بسم الله، الله أكبر، بسم الله. خلونا نروح لمنتخبنا الأولمبي، أكيد اللي احنا بنتمنى له كل التوفيق في الأولمبيات القادمة. أولمبيات مهمة وكلنا أمل فيهم إن شاء الله إنه قادرين يعني يرجعوا لنا بميدالية من أولمبيات باريس. من شويه كانت القرعه، وزي ما انتم عارفين حضراتكم ان في تصنيف، التصنيف الاول كان موجود فيه فرنسا وبطل وصيف كاس اسيا والارجنتين، والتصنيف الثاني كان بيضم اسبانيا ونيوزيلندا وباراجواي والمغرب، والتصنيف الثالث فيه امريكا ومصر، وثالث كاس اسيا تحت 23 سنه ومالي، والتصنيف الرابع الدومينيكان والدوله اللي مش هنقول اسمها واوكرانيا، والفائز من وجهه غينيا، ورابع كاس اسيا. اكيد اولمبيات مهمه، عندنا جيل محترم زي ما احنا شايفين دلوقتي القرعه من شويه، يعني مصر وقعت في المجموعه مع وصيف اسيا ومع اسبانيا وجمهوريه الدومينيكان. مجموعه قويه يا كابتن اسامه، يعني الدوره الاولمبيه والالعاب الاولمبيه في باريس، اكيد مصر كانت مشاركه في اخر نسخه في طوكيو، ودي المشاركة الثانية على التوالي، وبطولة بالتأكيد هتكون في باريس فيها حضور جاليات عربية وإفريقية عديدة. يعني وجود منتخب مصر تحديدا مع منتخب الأسباني أعتقد مواجهة صعبة جدا، لكن نقدر نقول مع وجود جمهورية الدنماركان تقدر تقول أن مصر ممكن على الأقل تنافس على المركز الثاني وتتأهل إلى الأدوار التالية. هذا المنتخب تحديدا تم إعداده فترة طويلة جدا، بيلعب مباريات ودية النهاردة، حتى المنتخب بيشارك في دورة في آسيا، دورة غرب آسيا مع منتخبات عربية شقيقة. نتمنى يا رب بإذن الله التوفيق لميكالي. وبصراحة بيني وبينكم يعني، وإحنا قبل القرعة كنا بنتكلم أنا وكابتن أسامة حتى وزملائنا في الإعداد، بغض النظر عن المستويات الفنية، أجمل شيء في قرعة النهاردة اللي إحنا ما وقعناش مع اللي ما يتسماش، يعني دي كانت أجمل حاجة في قرعة النهاردة يا كابتن أسامة. دي أهم نقطة. أيا كانت بقى المستويات الفنية، إن شاء الله رجالنا قادرون إن هم يأدوا بطولة جيدة جدا ويتأهلوا للأدوار التالية. آخر نسخة مع الكابتن شوقي غريب يعني خرجنا من دور الثمانية، إن شاء الله بإذن الله مع ميكالي نتمنى يكون في يعني استمرارية وتأهل الأدوار التالية. أهم حاجة فترة الإعداد أو المباريات اللي هتتعمل من هنا للأولمبيات مهمة جدا، المدارس المختلفة اللي مصر ممكن تلعب قدامها مباريات ودية أو حبية. شفنا محمد يعني المنتخب ده في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب، يعني قبل بلاء حسنا وصل المباراة النهائية أمام المغرب، المغرب بيفوز وسط جماهيره وعلى ملعبه بصعوبة على المنتخب المصري. المنتخب المصري قدم مباريات رائعة، عندنا جهاز فني محترم، مستر ميكالي مدرب برازيلي متمرس
مع منتخب الأولمبي قبل كده مع منتخب البرازيل، قدر يحصد الميدالية الذهبية في الأولمبياد. إن شاء الله ممكن مصر مع الجيل المحترم ده، عندنا لعيبة عناصر معظمها دلوقتي بيشارك في الدوري الممتاز، حتى حمزة علاء اللي هنقول يعني حارس مرمى النادي الأهلي منتخب مصر اللي ما شاركش كتير مع النادي الأهلي، لما لعب وهو بعيد قبل بلان حسنا وكان واحد من العناصر المهمة. فاحنا إن شاء الله الفترة اللي جاية من هنا للفترة اللي جاية للمباريات الرسمية، أتمنى اتحاد الكورة يعني يحط خريطة، هي ابتدت من النهاردة فعلا زي ما زميلي محمد سعيد بيقول في البطولة الدولية بطولة غرب آسيا. النهاردة منتخب الأولمبي عنده مباراة ودية مع منتخب الإمارات، هتكون مواجهة سهلة، لكن الفترة اللي جاية عايزين مدارس مختلفة، عايزين مدارس أوروبية أمريكا اللاتينية، عايزين نروح الأولمبيات اللعيبة عندها ثقة عندها خبرات كبيرة، علشان مصر يكون عندنا جيل محترم واحنا بنبني علشان المنتخب الاول يا محمد. عايز اقول لك كابتن اسامه، يمكن حتى منتخبنا، يمكن تشكيل منتخبنا الاولمبي اللي هيلعب مع الامارات يمكن لسه نازل من شويه على صفحه اتحاد الكوره، ونقدر نقول النهارده حتى في حراسه المرمى حمزه علاء، يعني حارس مرمى النادي الاهلي النهارده موجود في دوره غرب اسيا مع منتخبنا الاولمبي امام الامارات. خط الدفاع احمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، في كريم الدبيس كمان موجود الباك ليفت بتاع النادي الاهلي. كويس، انت بتتكلم قبل ما تروح لبقيه التشكيل، زي ما احنا قلنا حمزه علاء هو الحارس الاساسي، ومن الواضح ان في اقتناع كبير حتى برغم عدم مشاركته مع الفريق الاول في النادي الاهلي، لكن اداؤه السابق يعني مخلي ميكالي يستقر عليه بنسبه كبيره. ده حقيقي. عندنا كريم الدبيس برضو واحد من العناصر المهمه، والنهارده كريم الدبيس هو متصعد يعتبر منتخب الاولمبي، هو كان مواليد 2003 لكن بيلعب مع منتخب 2001، اقتناع برضو كبير من مستر ميكالي بكريم الدبيس. اكيد موجود كمان في تشكيل منتخبنا الاولمبي محمود جهاد، في محمود صابر، في محمد شحاته، ابراهيم عادل، مصطفى ميسي، واسامه فيصل. ده تشكيل منتخبنا الاولمبي اللي هيلعب بعد قليل مع منتخب الامارات في بطوله اتحاد غرب اسيا تحت 23 سنه. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الاولمبي يا كابتن اسامه. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. يعني زي ما احنا بنقول ان علشان يبقى عندنا منتخب اول قوي انت بتبني من القاعده، زي ما اتكلمنا عن منتخب 2006 و8 و10 وكانت الناس يعني فرحانه بالكره المصريه وقتها، كان عندك جيلين وقتها، جيل شوقي غريب وحسن شحاته مع حفظ الالقاب، قدرت تبني على الجيلين دول مع الجهازين الفنيين لما اندمجوا مع بعض. اتمنى ان شاء الله يكون يعني في بارقه امل مع قدوم الكابتن علاء نبيل، مع التغييرات الجديده في المنتخب الاول الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، مع ميكالي مع المنتخب الاولمبي، ومع الاجيال اللي جايه، ويتحط سيستم للكرة المصرية. طول ما بتهتم بالدوري الممتاز، طول ما بتهتم بمنتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، هيكون عندك قاعدة كبيرة ومحترمة تقدر تبني عليها للمنتخب الأول. طيب من المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول، المنتخب الأول خلاص بيستعد للدورة الودية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم الجمعة المقبل، بطولة العاصمة كأس العاصمة الإدارية. والنهارده كان في مؤتمر صحفي للكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني اللي بيستعد لأولى المباريات أمام منتخب نيوزيلندا. البطولة هتقام في مصر على استاد القاهرة الدولي وعلى استاد العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 22 حتى يوم 26 من شهر مارس الجاري. طبعا كنا طرحنا حلين قبل كده يا كابتن أسامة على جهاز المنتخب الأول في حلقة الأربع الماضي، ولكن طبعا في النهاية هنشوف القرار الفني للمنتخب الوطني في الفترة اللي جاية. لما طرحنا الحلول يا كابتن أسامة قلنا إن على الأقل لو ما قدرتش تقدم ميعاد الفاينل من يوم 26 ليوم 25 في المباراة التانية، يعني بدل ما تشرك التسع لعيبة خاصة بعد دلوقتي ما خرج حسين الشحات نتيجة الإصابة رغم حالة اللي البعض حاول يصدر فيها أزمة، يعني البعض يقول لك يا كابتن أسامة إن حسين الشحات والأهلي خرج من المنتخب عشان مباراة سيمبا. لا طبعا. طب أنا أخرج حسين، طب ما الأول أطلع عبد المنعم يا جماعة. يعني اللي بيتكلم بالمنطق ده، أنا خط الدفاع بتاع النادي الأهلي في مباراة سيمبا، يعني ياسر ابراهيم ممكن ما يلحقش، محمود متولي بعيد عن المباريات، مفيش غير رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، حسين في مكانه كذا حد، لو انا هشتغل بنفس نظريه المؤامره اللي طرحت دي. لا خلي بالك، حسين واحد من اللعيبه اللي بتسعى تروح منتخب مصر. اكيد. ما كانش ليه نصيب يكون متواجد في كاس الامم الافريقيه وكان حزين بسبب القرار ده، ف يعني حته الاصابه بتاعته دي حاجه قدريه، لكن كل لعيب بيسعى ان يكون موجود في منتخب مصر، يقدر زي ما هو مع ناديه بيصنع مجد وتاريخ وبطولات، اكيد برضو يعني مع منتخب بلده بتكون حاجه مهمه. لكن عايز اضم صوتي لصوتك في البطوله اللي جايه، ودي احنا هنا بنناشد جماهير الكره المصريه
بكل ألوانها وبكل تيشيرتاتها وبكل طوائفها. الحضور الجماهيري مهم جدا. عايزين يا جماعة التفاف جماهيري مرة تانية لمنتخب مصر. خلونا نتكلم يعني في الموضوع بشكل واضح وبصراحة. الفترة السابقة محمد لما كان بيتقال مباراة لمنتخب مصر وانت ماشي في الشارع الرياضي، ناس ما تعرفش مصر هتلاعب مين، المباراة مكانها فين، في أنهي ملعب، الساعة كام، وده كان بيزعلنا كلنا جدا. منتخب مصر، احنا بنقول منتخب مصر يعني قبل أي نادي وقبل أي قرار. فالنهاردة انت عندك بطولة، عندك تم تغيير الجهاز الفني، بقى جهاز فني وطني، اتنين من اللاعبين اللي لهم خبرات كبيرة وأصحاب تاريخ كبير أكيد. في الكرة المصرية، كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن. عندنا مباراة مهمة مع نيوزيلندا، وخلينا نقول المباراة مهمة ان دي أول مباراة للجهاز الفني وللجيل ده، وهتكون كمان في استاد العاصمة الإدارية، حاجة يعني مفخرة بالنسبة للبنية التحتية للرياضة المصرية. زي ما احنا شايفين الصور، يعني أساس الرياضة ان يبقى عندك بنية تحتية، ملاعب على أعلى مستوى، استادات، زي ما احنا شايفين البنية التحتية حاجة مشرفة. وهي زي ما احنا شايفين مدينة أولمبية متكاملة، حاجة كبيرة وحاجة محترمة، واجهة للرياضة المصرية. الحدث والشكل الحلو ده بيكتمل بالصورة الخارجية لما نشوف الملعب ده مليء بالجماهير. علشان كده أنا بضم صوتي هنا لصوت زميلي محمد سعيد من قناة الأهلي، بنناشد جماهير الكرة المصرية التواجد في البداية في مباراة مصر ونيوزيلندا، وإن شاء الله منتخب مصر يقدر يكسب ويروح للمباراة النهائية يلاعب الكسبان من تونس وكرواتيا. وكمان بضم صوتي أو بناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ودوره هنا لازم يكون في رحلات للجامعات وللمدارس وللطلبة في يوم جمعة زي ده. النهاردة برضو أسعار التذاكر لازم تكون مخفضة، ولازم يكون في إقبال مهم جداً علشان جماهير الكرة المصرية تكون موجودة في الاستاد. أسعار التذاكر يا كابتن أسامة، بص يعني هم نزلوا الأسعار بشكل واضح جدا، تحديدا في الدرجة الثالثة إلى 30 جنيه تذكرة الدرجة الثالثة في هذه البطولة، والدرجة الأولى 75 جنيه، والدرجة الأعلى اللي هي المقصورة 150 جنيه. كويس، يعني شيء جيد جدا ان من خلال شركه تذكرتي الاسعار تبقى في متناول الجميع، ولكن مطلوب كمان ان يكون في وسائل نقل سهله جدا لكل الجماهير من معظم ميادين القاهره عشان تقدر تتوجه الى استاد العاصمه الاداريه الجديده. ده شيء مهم جدا. طبعا احنا اكيد يعني التوقيت كان ضيق جدا، الانتقال البطوله من الامارات الى مصر واعتماد الفيفا لهذه الدوره تدخل ضمن سلسله الفيفا ضمن الخمس بطولات اللي بيتم اعتمادها في اول سلسله للاتحاد الدولي، ده شيء رائع جدا بالتاكيد للرياضه المصريه. ولكن طبعا انا كان نفسي الاستاد ده اشوفه في مباراه ما بين مصر وفرنسا، مصر والارجنتين، مصر والبرازيل، ولكن ملحوقه في اللي لازم جاي. نشكر المتحده للرياضه برضو اللي قامت بدور مهم ودور كبير لما يعني البطوله كانت اوشكت على يعني انها خلاص هتتلغي، جت مصر وهتكون وسط الجماهير المصريه ان شاء الله بالحضور، والجماهير تكتمل ان شاء الله الفرحه والنجاح بافتتاح استاد العاصمه الاداريه. وفي وقت قياسي يا كابتن اسامه، يعني التحضيرات طبعا للبطوله، التنقلات، الاقامه، الاعاشه، استقبال الوفود، حتى الحافلات المتعلقه بكل منتخب، ملاعب التدريب، قدرت الشركة المتحدة في وقت قياسي جدا تقدر تنجز كل ده وتحديد الملاعب بشكل سلس جدا. والاتحاد الدولي النهاردة على فكرة الاستاد ده لما تقام عليه بطولة دولية زي دي معنى كده خلاص ان هو خد الابروف من الاتحاد الدولي واصبح ملعب معتمد طبقا لمعايير الفيفا. تعال نرجع لمنتخبنا الاولمبي، اللي يعني القرعة كانت منذ قليل تم الاعلان عنها. نروح للكابتن هاني رمزي المدير الفني السابق لمنتخبنا الاولمبي. تحياتي ليك يا كابتن هاني. كابتن اسامه، تحيات زميلي محمد سعيد، وبحيي محمد، كل سنه وانتم طيبين، رمضان وانت طيب يا كابتن، يعني ان شاء الله. كابتن هاني، يعني ليك قبل كده نظير المشاركه في الدوره الاولمبيه والالعاب الاولمبيه في لندن عام 2012، ولعبت مع المنتخب الاولمبي وكنت مدير فني للمنتخب الاولمبي في مرحله سابقه. شايف مثل هذه الدورات الاولمبيه، اولا تاثيرها المعنوي على اللاعبين وهم داخلين على دوره اولمبيه قيمتها لا تقل عن قيمه كاس العالم، وثانيا هذا الجيل شايف ازاي الطموحات والامور الفنيه، هل يقدر يحقق نجاحات زي ما اتحقق مع الجيل اللي كان معاك في 2012 والجيل اللي كان مع الكابتن شوقي غريب في 2022 في طوكيو؟ والله طبعا يعني انا تابعت طبعا القرعه، وكلنا تابعنا القرعه يعني انا اعتقد في المتناول طبعا اسبانيا ووصيف اسيا ودومينيكا طبعا منتخبات وشايف منتخبنا ان شاء الله قادر ان شاء الله للصعود لدور الثمانيه.
الفكره نفسها في الاولمبياد او الدوره الاولمبيه يعني تعتبر من يعني التوب ليفل بتاع كل الالعاب الرياضيه الحقيقه. لاعب الاولمبياد الحقيقه بيحظى يعني بشرف كبير جدا جدا انه يشارك في الاولمبياد. وطبعا انت عارف الاولمبياد فيها كل الالعاب تقريبا، ولكن كره القدم كمان ليها جاذبيه خاصه اكيد، وليها متابعه كبيره جدا جدا من العالم كله. يمكن على مستوى المحترفين ما بيكونش فيه اجنده دوليه للفيفا، يعني ما بيكونش مصنفه من الاجنده الدوليه للفيفا، لكن وجود اللعيبه في الاولمبياد الحقيقه شرف كبير جدا جدا على مستوى الاشتراك في اولمبياد. يعني في 2012 كنا معانا الحمد لله جيل مميز جدا. هي الفكره كلها برضو علشان نتكلم، وطبعا شرف لاي لاعب يكون موجود، لكن يعني فكره المنتخب الاولمبي هي ايه؟ يعني انت دايما بتفكر في طبعا المنتخب الاول هو الصوره الاساسيه لكل المنتخبات في العالم، لكن التارجت بتاع المنتخبات اللي تحت المنتخب الاول التارجت بتاعها ايه؟ انا في رايي الشخصي هو لازم على مستوى التحضير للفريق الاول يكون هو المنتخب الاولمبي، هو يعني خلاص هو الشريان الاقرب للمنتخب الاول. لازم يكون في تنظيم واضح جدا جدا، وفي متابعه مباشره ما بين المدير الفني للمنتخب الاول مع المدير الفني للمنتخب الاولمبي، لان انا باعتباري ده بيعتبر منتخب واحد مقسوم اثنين. يعني المهم جدا ان احنا ان شاء الله باذن الله نحاول نكسر دور الثمانيه. يعني احنا وصلنا في اولمبياد 2012 للدور الثاني وخرجنا، كذلك كابتن شوقي غريب، هي الوصول لدور الدور الاربعه وان شاء الله الحصول على ميداليه ده هدف كبير جدا جدا. انا شايف منتخبنا الحقيقه عنده عناصر جيده، وانا حتى دلوقتي بتابع مباراه المنتخب بتاع المنتخب الاولمبي امام منتخب الامارات في الدوره الوديه. في عناصر جيده، والمميز ان معظم اللعيبه الموجوده في المنتخب الاولمبي بتلعب مع انديتها، يعني بتلعب عندهم مشاركه جيده جدا على مستوى الانديه في الدوري او في المسابقات المحليه. ده شيء كان مهم جدا ان هم رجليهم في الملعب، لان في فترات كثيره يعني المنتخب الاولمبي لما كان في 2012 كان عندنا بعض المشاكل، كان طبعا الدوري كان واقف، وكان عندنا بعض المشاكل في التحضير للبطوله بشكل او باخر، وكان بعض اللعيبه يعني ما بتلعبش بصفه مستمره مع انديتها. ده شيء مهم، لكن انا شايف في امكانيات واضحه جدا وامكانيات فنيه واضحه في منتخبنا الاولمبي ان شاء الله ان هو اولا يعدي دور المجموعات، وثانيا ان شاء الله يكسر حاجز دور الثمانيه ويوصل للدور قبل النهائي. وبالنسبه لي الاهم ان احنا نكسب او يكون في يعني عناصر اكثر من اربع خمس لعيبه يكونوا موجودين كمان مع المنتخب الاول، وده الحقيقي المكسب. يعني انك توصل للميداليه الاولمبيه ده شيء عظيم، لكن كمان ما ننساش الاهداف الاساسيه للمنتخبات اللي تحت المنتخب الاول، هو طبعا مد المنتخبات المنتخب الاول بلاعيبه مميزه. والمنتخب الاولمبي الحقيقه انا في رايي ممكن يكون فيه على الاقل اربع خمس لاعبين ممكن يكونوا موجودين او اكتر كمان يكونوا موجودين ان شاء الله مع المهمه الجديده للكابتن حسام حسن مع المنتخب الاول، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ويكون ان شاء الله باذن الله بطوله موفقه لينا. يعني من وجهه نظر الكابتن هاني رمزي الفنيه، مين الثلاث لاعبين الانسب اللي ممكن يكونوا موجودين من المنتخب الاول مع المنتخب الاولمبي؟ بص طبعا حسب رؤيه المدير الفني للمنتخب الاولمبي الحقيقه ممكن يشوف، يعني انا هرجع ل 2012، ويمكن انا حبيت ان يكون موجود في كل خط واحد عنده خبرات كبيره جدا. المنتخب الاولمبي في 2012 اللعيبه نفسها ما كانتش عندها خبرات دوليه كبيره، زي ما بقول لك كمان اشتراكاتهم مع الانديه ما كانتش كبيره، فكنت حابب يكون في عنصر الخبره موجود. فاخترت في كل يعني في كل خط كده، اخترت احمد فتحي في خط الظهر، واخترت ابو تريكه في وسط الملعب، وعماد متعب كراس حربه. الحقيقه على حسب رؤيه الجهاز الفني. مهم جدا يكون في لعيبه كمان، يعني انا يعني ابو تريكه طبعا كان ايقونه في الكره المصريه وما زال الحقيقه، وكان ادوار اللعيبه دي الحقيقه بتبقى بره الملعب وجوه الملعب. يعني بره الملعب ان اللعيبه دي تحس انهم عندهم او موجودين نجوم كبار على مستوى المنتخب الاول، يكون موجود معاهم بيكتسب منهم الخبرات كمان قبل المباريات، الاستعدادات، التركيز داخل الملعب طبعا بخبراتهم ممكن يساعده.
فدي الحقيقه رؤيه فنيه للمدير الفني للمنتخب الاولمبي، ممكن يكون موجود في لعيبه كثيره ممكن تفيد. يعني لو يعني انا يعني محمد صلاح اكيد يعني هيفيد لو سمح لي ان هو يكون موجود، لان خلي بالك ده كمان لازم بموافقه النادي. يعني زي ما بقول لك النادي بيبقى عنده الباور او عنده الصلاحيه انه ممكن يمنع اللعيب ان هو يحضر، لانها مش خارج الاجنده، خارج الاجنده بالنسبه للفيفا. فده لازم يكون من بدري شويه بالاتفاق مع الانديه. لو عندنا بعض المحترفين يعني مصطفى محمد هيكون طبعا مكسب كبير جدا لو كان موجود. عندنا لعيبه كثيره الحقيقه، عمر مرموش مثلا ممكن يكون مكسب، عندنا امام عاشور، عندنا احمد حجازي في خط الدار، محمد عبد المنعم، يعني كل ده عندنا الحقيقه لعيبه كثيره ممكن تبقى موجوده بشكل او باخر ويفيدوا المنتخب. لكن زي ما بقول لك هي عمليه تنسيقيه كمان في المقام الاول ما بين المنتخب الاولمبي واداره الانديه ديت، من بدري ياخدوا رايهم اذا كان هيسمحوا للعب ولا لا. وزي ما بقول لك الحقيقه انا شايف ان الهدف الاكبر هو ان احنا ان شاء الله نخلق على الاقل 5 6 لعيبه يكونوا موجودين الفتره بعد الاولمبياد، ان شاء الله يكونوا موجودين في الفريق الاول. تمام يعني. باذن الله. كابتن طيب. هاني يعني من هنا للاولمبياد واحنا الكل بيسعى لتحقيق ميداليه وتبقى يعني حاجه انجاز للكره المصريه، شكل الاعداد وانت راجل مدير فني سابق وعندك خبرات كبيره، شكل الاعداد ايه اللي بتوصي بيه او يعني ممكن تقوله للمدير الفني مستر ميكالي للمنتخب الاولمبي، شكل الاعداد، المدارس اللي ممكن يوجهها خلال الفتره دي ويقدر يستفيد منها المنتخب الاولمبي؟ هو طبعا يفضل انك بتلعب مع المدارس اللي هتقابلها، انت دايما هتلعب مع فريق دلوقتي هتلعب مع فريق اسيوي وهتلعب اكيد مع فريق في اسبانيا معانا في المجموعه فريق اوروبي طبعا. اعتقادي الشخصي المباريات الوديه هترتبط بشكل كبير جدا. في بعض الناس وبعض المدارس الجديده تقول لك خلاص موضوع المدارس ديت خلاص ما بقاش موجود بشكل كبير، لكن ما زال في المراحل السنيه بيكون الشكل التكتيكي والشكل الخططي الشكل البدني بيكون مختلف من مدرسه لثانيه. الشكل الاسيوي ممكن يكون كوره مختلفه شويه عن الكره الاوروبيه، وبالتالي مطلوب الفتره الجايه انك يكون في احتكاك على فرق كبيره، يعني على مستوى فرق كبيره، يعني ممكن جدا يعني تلاعب منتخبات اوروبيه بشكل كبير، ممكن تلاعب منتخبات على مستوى اسيا. ممكن انا يعني حتى بتحضيري في 2012 كنت بحاول اعمل كده، لعبنا يمكن لعبنا كوستاريكا لان احنا كان عندنا الكره اللي كنا هنقابل البرازيل، فقلنا نشوف امريكا اللاتينيه الكره بتاعتها عامله ازاي والشكل عامل ازاي. فعلى حسب طبعا المدارس اللي هتلاقيها هيكون في احتكاك، وانا في رايي انك تلعب منتخبات كبيره، يعني خلاص موضوع انك تلعب منتخب وتشوف الدنيا فيها ايه وتبص وتبقى الروح المعنويه لازم ويبقى ماتش سهل، لا انا رايي ان هو الولاد محتاجين ان هم يلعبوا مع منتخبات كبيره يكسروا حاجز شويه للاسماء الكبيره. كان ممكن جدا الاسماء الكبيره زي منتخب اسبانيا مثلا، ممكن اسم منتخب اسبانيا يكون ليه خضه شويه، فليه لا هتلاعب منتخب زي منتخبات كبيره البرتغال المانيا، يعني تكسر الحاجز ده شويه. وزي ما بقول يكون في كمان يعني على المستوى البدني تنسيق مع طبعا المديرين الفنيين للانديه، لان زي ما بقول لك في لعيبه بتلعب بصفه مستمره في الانديه، فلازم يكون في تنسيق على المستوى البدني للاعبين، وتكون ان شاء الله بطوله ناجحه. زي ما انت قلت يا اسامه يعني نتمنى ان شاء الله ميداليه اولمبيه، لان ده هيكون انجاز كبير جدا جدا. وثاني بعيد الانجاز الاكبر انا بالنسبه لي كمان ان احنا نكسب اكثر من 5 أو 6 أو 7 لعيبه، اكثر عدد من اللعيبه اللي ممكن ان شاء الله يشارك مع منتخبنا الاول ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن هاني رمزي المدير الفني لمنتخب الاولمبي السابق واحد نجوم الكره المصريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا تعليقا على قرعه دوره الالعاب الاولمبيه في باريس صيف 2024، ومشاركه جيده نتمناها يا رب لمنتخبنا الاولمبي مع اسبانيا وجمهوريه الدومينيكان واحد فرق منتخبات اسيا اللي لسه في التصفيات اكيد يا كابتن اسامه خلال الفتره اللي جايه. مباراه مصر ونيوزيلندا يوم الجمعه ان شاء الله، طاقم تحكيم من الكوت ديفوار. نتمنى التوفيق لمنتخبنا وللكابتن حسام حسن، لكن دلوقتي عندنا مجموعه من الاخبار الهامه جدا، نطلع على فاصل، وبعد الفاصل تنضم لنا بالتاكيد زميلتنا هنا ابو القاسم، عندها النهارده وجبه مهمه جدا من الاخبار الهامه سواء على صعيد النادي الاهلي او حتى على صعيد المستوى الرياضي بشكل عام.
اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم وبرحب بزميلتنا اللي انضم لنا دلوقتي يعني هنا ابو القاسم عشان نعرف منها اخر المستجدات على الساحه الرياضيه. تحياتي ليك يا هنا وتحيات زميلي محمد سعيد. مساء الخير اكيد عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي، واكيد في البدايه خليني اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. وانت طيبه يا هنا. طيب. اخر الاخبار عندك وبالتاكيد عندك وجبه دسمه من ابرز الاخبار اللي في الساحه الرياضيه وفي النادي الاهلي على المستوى الخاص. بالفعل معانا اخبار كتير النهارده سواء متعلقه بالنادي الاهلي وكمان منتخبنا الوطني، لكن خلونا بقى في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. مقرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب تكليف حسام غالي عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه الفريق الاول في تنزانيا، وتتجه بعثه الاهلي الى تنزانيا الاسبوع المقبل استعدادا لمواجهه سيمبا في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر يوم 29 مارس الجاري. يعني بالتأكيد كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، إن شاء الله بقى كالعادة يفرحونا ويفوزوا على فريق سيمبا. من النادي الأهلي بقى نروح لمنتخبنا الوطني، وكشف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أن المنتخب يعيش ظروفا جيدة على الصعيد الفني والمعنوي قبل مواجهة نيوزيلندا الجمعة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر. وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي نعيش ظروف جيدة وجديدة على اللاعبين، والبطولة الودية قوية ومهمة أن نختبر قدراتنا في تجمع يحظى باهتمام كبير. وطبعا كمان أضاف أن هذا هو التجمع الوحيد استعدادا لمباراتي غينيا وبوركينا فاسو، وكمان قال انه كان حريصا على المشاركه مع بطوله مع منتخبات من مدارس مختلفه. يعني خلاص طبعا يا كابتن اسامه ويا محمد اقل من 48 ساعه بتفصلنا ان احنا نتابع منتخبنا الوطني، فعايزين نعرف بقى شايفين ازاي هذه المواجهه. كابتن اسامه، اولا الروح مع مدرب وطني بيمتاز بالروح والحماس، هنشوف اكيد روح جديده في منتخب مصر. المدرب الاجنبي ما بيقدرش يوصل الكلام ده للاعيبه بشكل كبير، لكن المدرب الوطني بيكون حاسس بالشارع، حاسس بالجماهير، حاسس بنبض الشارع المصري. فاكيد الامور دي زي ما شفنا قبل كده الكابتن حسن شحاته في اعوام سابقه، ده اكيد هيوصل من خلال الكابتن حسام. ضربه البدايه والنتائج في البدايه بتكون مهمه، بتساعد الفريق، بتساعد الجهاز الفني، بتديله ثقة في بداية المشوار. كمان يعني اكتشاف عناصر جديدة في المنتخب الوطني ده بيكون شيء مهم جدا يعني. فأكيد بداية يعني مهمة، نتمنى فيها التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني والجهاز الفني بإذن الله. بصي هنا الموضوع بيتوقف على شقين، أول شق هو بيتعلق بالكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن مدرب وطني، وده مختلف شوية عن الفترة اللي كان فيها إيهاب جلال وحسام البدري، فننتظر فكرة الروح المعنوية، الدفعة القوية، مدرب وطني، واحد من الناس اللي شاركت في كأس العالم 90 لصولات وجولات في البطولات الإفريقية. الجانب الثاني ليه علاقة بالأمور الفنية، هل هيبقى في إضافة من المباراة الأولى؟ أعتقد هتبقى صعب جدا يا كابتن أسامة، ولكن الناس هتبقى مستنية تشوف هل في شكل جديد، هل في فكرة جديدة، هل في استراتيجية كابتن حسام هيحطها من بداية تولي المسؤوليه. ده اللي هيبان في الدوره الوديه، ولكن عشان نحكم على التجربه ده. لا مش قبل 6 شهور على الاقل، ومش اقل كمان من 6-7 مباريات. اكيد الحقيقه انه في حاله من التفاؤل في الشارع المصري، واكيد بنتمنى بقى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله. ولسه مستمرين مع اخبار منتخبنا الوطني، ويقود الحكم الابواري كلامن فرانكلين مواجهه مصر ونيوزيلندا والمقرر لها الجمعه المقبله، ويعاونه المساعدين السنغالي الحاج مليك سامبا والابواري نوغو واتارا والحكم الرابع السنغالي الدبير ضيوف، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو الفار، وتعاونه مواطنه فتيحة الجرمواي. وكمان بقى تم اختيار الطاقم ذاته للمواجهة الثانية للمنتخب المصري خلال البطولة، يعني هتكون في المباراة النهائية أو مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، على أن يقود السنغالي الدبير ضيوف المواجهة، ويتواجد الإبواري كلامن فرانكلين كحكم رابع. احنا لما بنتكلم عن الجماهير المصريه يعني بنقول دي عنوان الرياضه في مصر، لما تلاقي الاستادات مليانه، الدوري الممتاز، يعني فرحنا قوي لما شفنا في اقبال وفي اعداد الجماهير بدات تزيد. الفتره اللي جايه محتاجين التفاف جماهيري كبير حوالين منتخب مصر. زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، الفتره اللي فاتت ما كانتش افضل شيء من حيث التواجد الجماهيري منتخب مصر. الشكل العام لما كنا بنشوف مباراه مهمه في التصفيات منتخب مصر بيلعب فيها في استاد القاهره
وتلاقي اقبال جماهيري ضعيف، كان الشكل ما كانش حلو. استاد جديد عاصمه الاداريه حاجه مفخره واضافه للبنيه التحتيه في الرياضه المصريه. اتمنى هنا اسعار التذاكر في المتناول جدا، يعني هو اسعار التذاكر من شركه تذكرتي يعني بتقول للجماهير عايزينكم موجودين معانا في المباراه دي وفي المباريات الجايه، لكن لازم يكون للاعلام ايضا دور الفتره اللي جايه، توعيه الجماهير، الالتفاف حوالين منتخب مصر، دايما يبقى في صوره ايجابيه بنصدرها كاعلام علشان يكون في اقبال جماهير ان شاء الله الفتره الجايه حوالين منتخب مصر. وقلت برضو وزير الشباب والرياضه عليه دور مهم جدا، ازاي النهارده الطلبه في المدارس وفي الجامعات برضو يكون ليهم دور، اسعار مخفضه اقل من كده كمان عشان نشوف الطلبه في المدرجات باذن الله. بالتأكيد. نروح بقى من أخبار منتخبنا الوطني للألعاب الأخرى بالنادي الأهلي، وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية 2024 للرجال والسيدات، والمقرر إقامتها في الجزائر من الفترة 18 إلى 27 إبريل المقبل. وأسفرت القرعة عن وجود رجال الأهلي في المجموعة الأولى والتي تضم شبيبة سكاكيدا والإبيار الجزائريين، فيما تأتي سيدات الأهلي في المجموعة الأولى أيضا مع بريميرو دي أغوستو الأنجولي ودي جي سي بي الكونغولي والبيار الجزائري. ويستأنف رجال يد الأهلي مباريات الدوري الدور الثاني من الدوري، وهتكون إن شاء الله يوم 27 مارس الجاري، ويواجه فريق السيدات سبورتينج في نصف نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل، وفي حالة الفوز إن شاء الله ستقام مباراة النهائية يوم السبت. من كرة اليد نروح بقى للكرة الطائرة، ويواصل فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال وسيدات تدريباتهم استعدادا للمباريات المقبلة، حيث يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال سموحة في ربع نهائي كاس مصر، وده طبعا إن شاء الله هيكون يوم 26 مارس الجاري، ثم مباريات نصف نهائي الدوري يوم 29 ويوم 30 مارس و1 إبريل في حالة اللجوء إلى المباراة الفاصلة. ويواجه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات سبورتينج في نصف نهائي بطولة الدوري إن شاء الله هيكون يوم 27 و28 مارس و30 مارس في حالة اللجوء إلى المباراة الفاصلة. لكن بالتأكيد إن شاء الله بقى عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات ورجال كرة الطائرة إن هم إن شاء الله هيحسموها من أول مبارتين ومش هيضطروا يلعبوا مباراة ثالثة. نروح بقى لكرة اليد، وفاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 بقيادة مديره الفني طارق محروس على نظيره بنين بنتيجة 38-27 في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية والمقامة في غانا. وكان منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة المدير الفني طارق محروس حقق 3 انتصارات في الدور الأول من البطولة ليتصدر منافسات المجموعة ويواجه وصيف المجموعة الثانية في البطولة. نروح بقى لمنتخبنا الوطني لكرة الطائرة، وفاز منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة على نظيره جامبيا بنتيجة 3-0 في ربع نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة بأكرا في غانا، ونجح منتخب مصر للكرة الطائرة الرجال في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز الكاسح على بوركينا فاسو بنتيجة 3-0 في ختام دور المجموعات. وكان بقى المنتخب الوطني قد حقق الفوز على نظيره نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3-1، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-2 لينتهي الدور بالعلامة الكاملة. نروح بقى لكرة السلة، ويواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي سموحة غدا الخميس في الجولة الأخيرة لمرحلة الدور الترتيبي لدوري سوبر رجال السلة، وتقام المباراة على صالة سموحة في الساعة 9 مساء، ويواجه رجال السلة فريق طلائع الجيش في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ويوم الأحد 31 مارس الجاري على صالة طلائع الجيش. عايز اقف عند بس يعني خبر السله، انا يعني من المتابعين جيدا لفريق السله رجال في النادي الاهلي، اخر ماتشين 3 يعني في خساره، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في رجال الاهلي لكره السله، فرحونا الفتره اللي فاتت سنتين متواصلين بيحققوا القاب كبيره جدا، بيصنعوا تاريخ ليهم وللنادي الاهلي، فالفتره اللي فاتت يعني احنا بنقول لهم يعني رغم الخساره لكن عندنا
ثقة كبيرة جدا فيكم خلال الفترة اللي جاية مع المدير الفني بإذن الله. الحقيقة فعلا يعني فريق السلة بقيادة مستر أوجستي بوش كانوا فرحونا كتير جدا المواسم اللي فاتت، كنا شايفينهم بيتألقوا يعني لدرجة ان الجماهير اطلقت عليهم الدريم تيم، فبالتأكيد عندنا ثقة كبيرة جدا ان شاء الله بقى هيرجعوا يفرحونا مرة تانية ان شاء الله. ان شاء الله يعني دي كانت كل اخبارنا النهارده، سواء طبعا المتعلقه بفرق النادي الاهلي وكمان منتخبنا الوطني. اكيد مره تانية كل سنه وانتم طيبين. نورتنا يا هنا، وبنشكرك بالتاكيد على هذا الكم الكبير جدا والاخبار المهمه جدا اللي بالتاكيد جماهير النادي الاهلي كانت محتاجه تعرفها منك في هذه اللحظات. شكرا جزيلا للزميله هنا ابو القاسم. طيب كابتن اسامه، عندنا ملف مهم جدا عايزين نتكلم عليه، وهو متعلق بنادي سيمبا التنزاني. الاسبوع اللي فات خلينا بس انا اللي هقول طيب، يعني زميلي محمد سعيد كان انفرد في حلقتنا الاسبوع اللي فات، كانت زي النهارده يوم الاربعاء، وانفرد على الهواء مباشره على قناه الاهلي وقال ان شاء الله مباراه الاهلي وسيمبا القادمه هتكون الساعه 8 بالليل، قالها قبل ما يعلن الاتحاد الافريقي. وفعلا بعد الحلقه تاني يوم تم الاعلان عن المباراه من قبل الاتحاد الافريقي، هتكون المباراه يعني توقيت الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت تنزانيا. فأنا برضو إيه عشان محمد سعيد هنا معايا ملك الانفرادات والأخبار الحصرية. هو أنا فاكر وقتها لما كنا بنتكلم وبنتناقش في التوقيت، لأن كان سيمبا كتب حتى على صفحته المباراة الساعة 4 العصر، فأنا قلت وقتها للكابتن أسامة في توجه من الاتحاد الإفريقي إن المباريات تتلعب ليلا في شهر رمضان طالما الملاعب فيها أضواء كاشفة. وبالفعل حتى الكابتن أسامة أنا فاكر قلت وقتها أتمنى الاتحاد الإفريقي يتخذ هذا القرار، وبالفعل اتخذ هذا القرار وأصبح قرار رسمي، وده من لله. أفضل القرارات يعني إن الاتحاد الأفريقي يكون هو صاحب القرارات في المواعيد. ليه؟ إحنا النهاردة بنشوف أندية وكان آخرها صن داونز، النهاردة صن داونز كان بيحط الميعاد المناسب ليه حسب الفرقة اللي هيلعبها، الرطوبة، الحر، بتلعب بالليل، بتلعب النهار. لكن إحنا النهاردة عايزين نرتقي بسلعة كرة القدم في قارة أفريقيا. النهاردة المنتج ده منتج كبير بيشاهده ويتابعه الملايين من المتابعين للرياضة، فالنهاردة شيء جيد لما اللاعب يلعب في ظروف مناخية جيدة، مفيش حرارة، مفيش رطوبة، أرضية ملاعب جيدة. وشفنا الملاعب كمان أكيد. في طفرة في الاتحاد الأفريقي في السنوات السابقة، الملاعب الغير معدة خلاص بيتم نقل المباريات. كمان حتة التدخل الاتحاد الأفريقي في المواعيد ده شيء يعني بنحيي على الاتحاد الأفريقي أكيد. وأكبر كمان صن داونز هيلعب حتى مباراته مع بيتر أتلتيكو سواء في أنجولا أو في جنوب أفريقيا هيلعبها بالليل. ولكن النهاردة عندنا حاجة قبل ماتش سيمبا والأهلي بتسع أيام، وانتوا عارفين دايما هنا الحمد لله لما بنتكلم على امور ليها علاقه بمباريات الاهلي الافريقيه بيبقى عندنا معلومات عن حاجات هتحصل في الفتره اللي جايه ليها علاقه بالمواعيد، الطواقم التحكيميه اللي هيتم تعيينها. ولكن النهارده انا عندي معلومه خطيره جدا، واتمنى يعني ما يكونش ليها تاثير على شكل المباراه بشكل عام يا كابتن اسامه. اولا لما اتحدد ميعاد المباراه على طول بعدها ب 24 ساعه تم تحديد طاقم تحكيم مباراه سيمبا والاهلي. طبيعي جدا طواقم التحكيم بتتحدد وبنبدا نعمل سيرش ونشوف الحكام اللي هيحكموا هذه المباريات، خاصه مع تطبيق تقنيه الفار. ماتش سيمبا والاهلي تم اسناد اداره المباراه للحكم الجنوب افريقي توم ابونجيل، ومعاه حكم مساعد اول من جنوب افريقيا اسمه زكالي ايساوا، ده من جنوب افريقيا. وعلى تقنيه الفار في الحكم الموريتاني دحان بيدا. كابتن اسامه عنده حاجه متعلقه بدحان بيدا لانها واقعه حصلت في دور السوبر، وعندي انا معلومه تانية بس بالتاكيد كابتن اسامه انت عايز تتكلم الاول على دحان. خلينا نروح لدحان بيدا الموريتاني، ده اللي هيكون حكم الفار في مباراه الاهلي امام سيمبا في تنزانيا. الحكم ده حكم ايضا مباراه الاهلي امام سيمبا في الدوري الافريقي، المباراه اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. لو عايزين نرجع كده بالذاكره للمباراه اهو قدامنا على الشاشه، نفتكر كوره محمود كهربا في الشوط الاول لما كان ليه ركله جزاء صحيحه 100%، واستدعى الفار وقتها دحان بيدا حكم الساحه وقتها علشان يراجع اللعبه، والحكم الفار وقتها قال ان كوره ركله جزاء للاهلي، راح وشاف الفار وقال لا كوره ما فيهاش حاجه، والكل اعترف وقتها واقر ان الاهلي ليه ركله جزاء صحيحه. دحان بيدا في المباراه القادمه، دحان بيدا الموريتاني في المباراه القادمه هيكون هو حكم الفار، حكم الفار في مباراه الاهلي امام سيمبا التنزاني. عندي تخوف شويه النهارده في كره ركله جزاء صحيحه 100%، ما عليهاش خلاف ولا جدال بالنسبه للاهلي وراحوا لغاها. طب ممكن في الفار يعني هل يتدخل ويكون ليه قرارات؟ اتمنى يعني يكون التحكيم فيه نزاهه ويخرج بشكل جيد
خاصة مباراة الأهلي أمام سيمبا، المباراة الأولى هتكون مباراة مهمة جدا. وأنا ما بعملش الفكرة إن الحكام تتكرر في ملاعب محددة كذا مرة، يعني طاقم التحكيم الموريتاني على فكرة دحان بيدا أدار نهائي كأس الأمم، هو حكم فنيا كبير وعلى مستوى عالي وأدار أهم مباراة في أفريقيا نهائي كأس الأمم، ولكن في مباراة الأهلي وسيمبا تكرار الحكام من موريتانيا ده أعتقد خطأ فني من لجنة الحكام. ولكن أنا عندي واقعة بقى غريبة طيب جدا. طيب قبل الواقعة زين معانا عشان معانا عبر زوم دلوقتي طيب. يعني مستر ديلان كير المدير الفني الأسبق لنادي سيمبا علشان نعرف منه، يعني الأول بنرحب بمستر ديلان على شاشة قناة الأهلي. Good evening everybody. مساء الخير للجميع. مستر ديلان، أنت من المدربين اللي اشتغلوا في تنزانيا وكنت مديرا فنيا لسيمبا قبل عدة سنوات، الأجواء في سيمبا في تنزانيا، الحضور الجماهيري، الأجواء الفنية، هل تساعد المدربين الأجانب في العمل تحت إدارة سيمبا في تنزانيا؟ وكيف ترى سيمبا في التوقيت الحالي بعد مرور عدة سنوات على توليك المسؤولية قبل ذلك؟ حسناً، سيمبا لديه قاعدة جماهيرية مجنونة بالطبع كما الحال للأهلي في مصر، يحبون النادي بشكل كبير، يمكن أن تقول أنهما أكبر ناديين في مصر وفي تنزانيا، لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة جداً. يوجد فقط فريقان في تنزانيا، يانج أفريكانز وسيمبا، فبالتالي الجماهير مجنونة بكرة القدم هناك، وكما هو الحال بالنسبة لمصر. الفرق تتطور، الفرق تزداد قوة، لديهم رؤساء أندية، رجال أعمال أغنياء جدا. منذ عام 2016 قد استثمروا خلال السنوات الماضية، فالآن سيمبا يؤدي بشكل رائع في دوري الأبطال، وأيضا يانج أفريكنز قد تأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية في العام الماضي، ستكون أجواء صعبة للأهلي إذا لعب أمام سيمبا الآن في تنزانيا، لأن سيمبا لديهم عقلية جنونية بالنسبة لناديهم. وحينما سيمبا يأتي إلى مصر أعتقد أن الأمور ستكون أكثر جنونية بالنسبة للجماهير المصرية كذلك. مستر ديلان، لما كان مدير فني لسيمبا كنت بتستعد إزاي لمواجهة الأهلي؟ بالنسبة لي لا أستطيع أن أقارن الأمر بما هو عليه الحال الآن. اللاعبون كانوا جيدين، لا تفهمني خطأ، ولكن كان لدينا لاعبين أجانب جيدين، وفي وقتي كان الدوري لديه متسيد واحد وهو سيمبا. كان يوجد بالفعل ثلاث أندية قوية مع عزام ويانج أفريكان وسيمبا، ولكن سيمبا كان متسيدا. المنافسة كانت دائما مع عزام وبالطبع يانج أفريكانز، ولكن الآن الفرق كلها ازدادت قوة، لديهم خبرة أكثر ولاعبون ذوي خبرة أكثر، لاعبون محترفون على أعلى مستوى، والأمر أكثر تنافسية الآن، الأجواء رائعة، الإقامة والتدريبات، الرحلات لخارج تنزانيا، نستطيع أن نرى الآن الفرق تفوز بالكثير من المباريات خارج أرضها. حينما كنت هناك الأمر اختلف كثيرا، وأعتقد أن هذا هو سر نجاح سيمبا. أعتقد أن هذا هو الأمر الهام في السر وراء نجاح سيمبا في السنوات الأخيرة. أعتقد أن ملاك الأندية والمستثمرون وأيضا اللاعبون الذين تم استخدامهم ساعدوا أيضا، قد نقلوا الكرة التنزانية لمستوى آخر. أعتقد أني كنت في عام 2015، ولكن من يعرف، ربما سيمبا الآن يمكن أن يكون متسيدا أكثر خارج تنزانيا في الكرة الإفريقية كذلك. طيب، عندما كنت تستعد لمواجهة الأهلي، أكتر النقاط اللي ممكن كنت بتحذر فيها لعبتك من مواجهة فريق بحجم الأهلي بطل إفريقيا وصاحب التاريخ الطويل في القارة الإفريقية، النقاط اللي ممكن تحذر فيها لعبتك، النقاط اللي ممكن تركز عليها؟
I'm lucky because I lived in South Africa and I was able to watch the Champions League football. أنا كنت أشاهد كرة القدم في مصر وخصوصا أمام سان داونز، كنت هناك في بريتوريا وقد شاهدت المباراة. أستطيع أن أرى الضغط الذي يمثله النادي على الأندية التي تنافسه، وسان داونز قد استطاع أن يتعامل مع هذا، ولكن الأندية الأفريقية تتعلم والشخصية الأندية الأفريقية تتغير. الكثير من الأندية وخصوصا أمام الأندية المصرية خلال السنوات الماضية، أعتقد أن القوة البدنية للاعبين المصريين عامل مهم، ولكن في جنوب أفريقيا وتنزانيا قد تطور هذا الأمر، أصبحوا محترفين لمواجهة الفرق المصرية. فالكرة المصرية لديها لاعبون متعلمون، لديكم مدربون متعلمون، لديهم خبرات جيدة، يعرفون ماذا يريدون من المباراة، يقاتلون كأنهم في معركة، وينقلون المباراة لمستوى آخر. أنا لاحظت خلال السنوات الماضية الكثير من الأندية الجنوب أفريقية قد تعلمت هذا وتحسنت وأصبحت مناسبة لمواجهة فرق كبيرة كالأهلي. كسان داونز الآن هو رقم واحد في جنوب أفريقيا، وقد أثبت أنه يستطيع أن يتغلب على الأهلي بقراءة هذه الطريقة. مستر ديلان، في أسماء معينة من لاعبي النادي الأهلي ممكن يتذكرها كان بيعمل حسابها في الملعب، ولا مش فاكر أسماء لعيبة في الوقت اللي أنا بسألك فيه دلوقتي؟ Well, obviously Percy Tau, because he's South African, so there's always been an interest. ربما لم. With Percy Tau. ربما بيرسي تاو الآن، ولكن. Mosimane was the manager. ولكن بيتسو موسيماني قد استطاع أن يخلق حالة. وقد أقنع بالفعل بيرسي تاو. أستطيع أن أقول أن بيرسي تاو الذي انتقل من الدوري الإنجليزي للكرة الأفريقية. And so obviously from a South African perspective. كان لديه رؤية خاصة باللعب الجنوب أفريقي. أستطيع أن أقول أن في مباراة سان داونز أستطيع أني رأيت لاعبي خط الوسط في الأهلي، والآن لديكم لاعبين خط وسط جيدين، إمام ومروان. لديكم فريق جيد. شخصية الفريق الآن انتقلت بفضل جودة خط الوسط في النادي الأهلي، والآن حتى في سيمبا، خط الوسط استطاع أن يجعل الفريق في مستوى جيد، وخصوصا الظهير الأيسر المدافع حسين هو الكابتن. لديه الجودة القدم اليسرى، جودة الهجومية، يستطيع أن يلعب جيدا أمام الأهلي. كما قلت، المباراة على أرض سيمبا تكون صعبة. أعتقد أن الأهلي سيكون جاهزا بشخصيته، ومن سيواجه هو استطاع أن يسيطر على الكرة في إفريقيا وأن يثبت أفضليته على أندية جنوب أفريقيا الأقوى في القارة بعد الأهلي. مستر ديلان كير، المدير الفني السابق لفريق سيمبا التنزاني، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه جدا. مدرب سيمبا قبل حوالي 8 سنوات، واجه الاهلي قبل كده في دوري ابطال افريقيا، ولكن طبعا الوضع دلوقتي اختلف في سيمبا التنزاني. طيب كابتن اسامه، كنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا قبل ما نطلع لفاصل، لان الجزء ده ممكن هنروح منه للخبراء التحكيم اللي هيكونوا معانا بعد الفاصل. كابتن اسامه اتكلم على حكم تقنيه الفيديو الفار في مباراه الاهلي وسيمبا في تنزانيا الموريتاني دحان بيدا، ولكن الجانب الثاني اللي هتكلم عليه هو جانب متعلق بحكم المباراه الجنوب افريقي توم ابونجيل والمساعد الاول من جنوب افريقيا زكالي سويلا. الناس تركز في الكلام اللي جاي ده يا كابتن اسامه، لان الماتش لسه باقي عليه 9 ايام. انا هحكي واقعه وبناء على معلومه، واعتقد الكلام دلوقتي لما يتسمع ويوصل حتى للمسؤولين في الاتحاد الافريقي، اعتقد المباراه دي هيبقى عليها سبوت اعلامي مهم جدا، لان الواقعه اللي احكيها دي واقعه خطيره جدا بمعلومات وصلت لي في الساعات الاخيره.
في مباراة ما بين المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم أقيمت في تنزانيا في شهر نوفمبر الماضي، يعني بالضبط قبل 5 شهور من دلوقتي. كان بيديرها الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل، وكان معاه المساعد الأول من جنوب إفريقيا سويلا زيكالي اللي هيكون موجود في ماتش سيمبا والأهلي. بعد هذه المباراة حصلت مشاكل مش فنية دون تطرق لتفاصيل فيها، لأن أنا ما عنديش يعني أدلة أقدر أعرضها على الهواء، لأن الموضوع نقدر نقول اتلم ويعني اتخذ فيه قرار بشكل ما. ولكن القرار اللي أقدر أقوله لحضراتكم إن هذا المساعد اللي كان موجود مع توم أبو نجيل كان عنده مشكلة هو وتوم أبو نجيل بعد مباراة المغرب وتنزانيا في تنزانيا في تصفيات كأس العالم، وهذه المشكلة كانت سبب رئيسي في استبعاد هذا المساعد من كأس الأمم الإفريقية. لأول مرة المساعد الجنوب إفريقي يستبعد من كأس الأمم، في ظل يمكن قدامنا على الشاشة ده توم أبو نجيل حكم المباراة، ولكن أنا بتكلم على المساعد ليه؟ المساعد ده كان موجود في كأس العالم قطر 2022، والمساعد ده كان موجود في فاينل أهلي وداد مع فيكتور جوميز لما كان هو اللي بيدير نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد العام قبل الماضي، وهو نفس المساعد اللي كان موجود في نهائي كأس الأمة بين مصر والسنغال في الكاميرون، فهو مساعد ليه تاريخ كبير جدا ومن الحكام المصنفة في جنوب إفريقيا، واشتغل مع فيكتور جوميز وحاليا موجود في طاقم توم أبو نجيل. معنى أنه يستبعد من كأس الأمم وفي مشكلة حصلت خارج الملعب مع الجانب التنزاني بعد فترة، وفوجئت لما تم إعادته من جديد رجع على مباراة سيمبا والأهلي وفي تنزانيا المكان اللي كان فيه مشكلة مع نفس المساعد. أعتقد حسب ما فهمنا في التحكيم يعني ومن متابعتنا لهذا الملف، لما بيكون فيه مشكلة لحكم خاصة لما بتكون مشكلة خارج الملعب مش مشكلة فنية، وأكيد الناس هتفهم أنا عايز أتكلم فيه، ما ينفعش يتكرر في تنزانيا تاني ويجي في مباراة سيمبا والأهلي بعد فترة إيقاف وصلت لحوالي 5 شهور، إن الفترة دي كمان كان فيها استبعاد من كأس الأمم. عارفين يعني إيه يا جماعة مساعد دولي يستبعد من كأس الأمم؟ أكيد فيها تفاصيل. لما يستبعد ويرجع بعد 5 شهور ويتحط في مباراة في تنزانيا تطرح مليون علامة استفهام، وأعتقد الاتحاد الإفريقي يعني مهم جدا يتابع هذا اللقاء، لو التعيينة فيها خطأ فني يتم تداركه، ولو مش خطأ فني أتمنى أن المباراة على المستوى التحكيمي تليق بمباراة كبيرة في الدور ربع النهائي. كان مهم؟ مهم جدا. نتكلم في الجزئية دي يا كابتن أسامة من دلوقتي، والمباراة بعد 9 أيام وهنشوف. نتمنى يكون موفق، ما يكونش عنده مشاكل فنية، ولكن دي معلومة أنا بأكدها لحضراتكم، هذا المساعد استبعد من كأس الأمم في الكوت ديفوار، وأول مباراة ليه بعد العودة في تنزانيا سيمبا والأهلي، وكان عنده مشكلة في تنزانيا في مباراة تنزانيا والمغرب في تصفيات كأس العالم. احنا بننور الطريق بالزبط. لكن في النهايه بنتمنى يكون في تحكيم عادل، تحكيم نزيه في مباراه الاهلي امام سيمبا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل حوار ساخن مع الخبير التحكيمي ايضا كابتن ناصر عباس والحكم الدولي الكابتن تحسين ابو السادات، انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم شفتوا في التقرير كلام مهم جدا عن التحكيم المصري، ظالم ام مظلوم، فكرة الاستعانة بخبير أجنبي لقيادة التحكيم في الفترة القادمة، هل التجربة أفادت التحكيم المصري أم التجربة واجهت صعوبات متعمدة أو الصعوبات كانت نتيجة أخطاء خارجية ممكن نتناقش فيها ونتناول الحديث فيها. حلقة النهاردة هيبقى فيها كلام مهم جدا عن ملف التحكيم، وأعتقد حسب معلوماتي أن في كلام مهم جدا هيتقال على تحليل بعض الحالات في الفترة السابقة، وهنتكلم في معلومات، لأن الكلام النهاردة مش هيبقى تحليل حالات تحكيمية فقط، لا ده احنا هنتكلم على معلومات عشان المشاهد يتابع معانا ويشوف اللي بيحصل في ملف التحكيم. ولكن في البداية بالتأكيد لازم أرحب باثنين من خبراء التحكيم، اثنين لهم صولات وجولات في الملاعب سواء في مصر أو خارج مصر، اثنين من الحكام الدوليين اللي كان ليهم يعني مشوار مهم جدا في الفترة السابقة. أبدأ في البداية بالتأكيد بالكابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والمحاضر القاري، وأيضا كمان حكم دولي كبير جدا ومحلل التحكيمي في قناة النادي الأهلي. منور الدنيا يا كابتن ناصر. تحياتي كابتن إسلام، وتحياتي الكابتن أسامة، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. سعيد النهارده انا موجود النهارده ومعايا صديقي الكابتن أكيد. الحكم الدولي تحسين ابو السادات. تقدمته كمان، انت قدمته كمان كابتن ناصر بتاعتنا كمان. كابتن ناصر صفر وبدا الماتش على طول. كابتن محمد، كابتن اسامه النهارده، وزي ما قلت معلش تسمح لي بس في البدايه هقول كلمه مهمه جدا ان احنا في قناه النادي الاهلي، كابتن محمد حضرتك، كابتن اسامه، كابتن اسلام الشاطر، كل البرامج
مؤيدين دايما للتحكيم المصري طبعا، بنشيد دايما بالتحكيم المصري، ولما بيكون في حاجه ايجابيه بنتكلم فيها، لان البعض بيزعل ساعات لما بيكون في اخطاء لابد احنا نتكلم فيها ايضا، فمحدش يزعل، احنا بنصارح الناس ونقول الشكل التحكيم ايه الان، فدي طيب. مهمه جدا جدا سواء كان حكام او لجنه، محدش يزعل مننا ان احنا بنساعد التحكيم ومش مع حد ومش ضد حد، احنا مع التحكيم المصري كابتن طيب. محمد نرحب برضو بالكابتن تحسين ابو السادات المساعد الدولي واللي ليه تاريخ طويل جدا مع التحكيم المصري في البطولات الافريقيه. كابتن تحسين مرحب. منور الدنيا على الشق قناه الاهلي. منور وجودك كابتن محمد. كابتن اسامه شرف لي ان انا موجود معاكم النهارده ان شاء الله. ان شاء الله اول مره معانا على قناه الاهلي، اول مره معاكم على قناه الاهلي مش اخر مره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قبل ما ادخل بس في ملف التحكيم كابتن اسامه، يمكن في خبر مهم جدا وتصريح مهم جدا النهارده، رئيس شركه العاصمه الاداريه والمتحده للرياضه كانوا في زياره لتدريب منتخب مصر النهارده. بالتاكيد حرص المهندس خالد عباس رئيس شركه العاصمه الاداريه، ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للرياضه، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات، واللواء احمد فهمي مدير عام شركه العاصمه، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على التواجد في مران منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال التدريب المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية. أشاد التوأم حسام وإبراهيم حسن باستاد مصر بالعاصمة الإدارية والتأكيد على إمكانياته الكبيرة قبل استضافة بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس بالإضافة إلى مصر. ووجه خالد عباس التهنئة للتوأم بشأن تولي تدريب منتخب مصر والتأكيد على جاهزية العاصمة لتوفير متطلبات منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر لخروج البطولة ومباريات المنتخب بشكل مشرف. ضمنا طبعا الصورة اهي النهاردة من التدريب الرئيسي لمنتخبنا الوطني، كل التوفيق يا رب لكل الجهات للخروج بشكل مشرف يليق بالكرة المصرية. كابتن أسامة. كابتن ناصر خلينا نخش في الموضوع على طول. اتفضل. خلينا نتكلم عن الصورة الإيجابية في الأول، حكامنا في كأس الأمم الأفريقية كانت بارقة أمل أشدنا بيهم بعد خروج منتخبنا الوطني والمستوى الهزيل اللي قدمه المنتخب الوطني، قلنا في بارقة أمل وكنا كلنا بنشيد بالحكام وتواجد الحكام المصريين وتواجد المصري في عنصره التحكيم. بعد كأس الأمم الأفريقية شفنا أخطاء، مع احترامي ما ينفعش تظهر من حكم لسه بيبتدي تحكيم، أخطاء فجة يعني. إزاي نصلح منظومة التحكيم المصري؟ كابتن أسامة طبعا سؤال مهم جدا جدا، واحنا جينا النهارده عشان نقول الكلام ده كابتن محمد، مش بنتكلم اي كلام، احنا بيجينا النهارده بنقول ازاي يبقى في تطوير تحكيمي بجد بجد. يعني انا النهارده بتكلم من الناحيه العمليه، ويمكن الدكتور بيريل اكيد سمعنا، اللجنه كلها سمعنا النهارده، احترامنا لكل الناس احترام كبير جدا سواء الاعضاء او محمد فاروق او رئيس اللجنه، ولكن يا جماعه بنتكلم يا كابتن محمد على تطوير المنظومه. طيب اعتقد انا من وجهه نظري ان شغل لجنه الحكام مش احسن حاجه كابتن محمد في الفتره اللي فاتت. خلينا نتكلم بتفاصيل مهمه، ان مش هيبقى كل شغل الحكام عن طريق زوم، يعني اسمح لي، لا النهارده احنا عندنا مشكله النهارده في حكام السفاره، فانت النهارده كل يوم بتجيبني في المحاضرات بتحكي لي على حالات تحكيميه وباخد بعض وامشي، لا التحكيم مش كده يا كابتن محمد. انا عندي اقتراح من خلال قناه الاهلي النهارده، بقول رساله لفتور بريرا واقولها، دي وجهه نظري كابتن اسامه. النهارده عندي مشروع الهدف يا كابتن اللي موجود كابتن محمد. طيب قول لي كم مره الحكام اتدربوا فعلا تحسين تدريب عملي، لان النهارده اساس التحكيم يا كابتن اسامه هو الملعب زي اللعيبه بالظبط. بالظبط كده يحصل تجمعات. هل انا النهارده ممكن اجيب اللعيبه او ال 22 لعيبه اقول لهم يا جماعه كل شغلنا هيبقى عن طريق الزوم او المحاضرات؟ مش هينفع. يبقى انا النهارده محتاج كابتن استغل مشروع الهدف، وهقول لك ازاي. يعني النهارده مشروع الهدف يعني اعتقد ان هو امكانياته كويسه قوي، لو انا النهارده بشتغل احترافي، انا النهارده فيتور بيريرا النهارده حضرتك موجود، خد اللجنه وعلى الاقل ثلاث مرات في الاسبوع انا بجيب على الاقل 25 حكم و25 مساعد، بشتغل شغل عملي يوم كامل يا كابتن محمد. يبقى في شغل تدريب عملي، في شغل تدريب فني، في شغل القاعات، ابتدي اقعد مع حكامي. انا النهارده لو جبت 50 حكم في المره يبقى 150 حكم في الاسبوع. يبقى انا النهارده عندي الكلام دوت ما بيتعملش يا كابتن محمد. طب انا هصلح اخطاء التحكيم ازاي يا كابتن اسامه لما النهارده الحكام كلها ما بتشتغلش عملي؟ يبقى النهارده الحكم كله بينزل يعتمد على الفار،
وعندنا مشكله في الفار. يعني احنا عندنا مشكله في الفار، واحنا قلنا ياما يا جماعه مشكله الفار اللي هي بتسبب مشاكل للتحكيم. المفترض النهارده الفار وسيله مساعده كابتن اسامه، ولكن للاسف انا شايف من وجهه نظري النهارده بقت الفار بتمثل مشكله للتحكيم، لان خاصه لو الحكم راح ورجع ما اقتنعش، او الحكم ما جابش الحكم عشان يشوف الحالات، عندنا مشكله في تقنيه الفيديو. النقطه الثالثه، من ساعه ما جه فيتور بيريرا ومع احترامي ليه طبعا بقول له، كم واحد خد رخصه من ساعه حضرتك ما جيت لحد دلوقتي؟ يعني انت النهارده الرخص مقفوله، والنهارده عشان اعمل منافسه كويسه واطلع حكام تاني، يبقى في تنافس ما بين حكام الفار، مش هم دول بس يا كابتن محمد اللي انا بختارهم دايما دايما دايما، لا خلي في تنافس، افتح الرخص للناس، الشاطر يعدي ونشوفه، ولكن مش هيبقى مجموعه واحده بس تشتغل على تقنيه. تمام. حاجات كتيره جدا جدا مهمه. شغل لجنه الحكام يا كابتن هو المفروض يكون شغل احترافي، مع احترامي لمجدي رزق وحمد القاضي واحمد ابو العيله وتور بيريرا ومحمد فاروق، كلهم ناس فوق دماغي من فوق، ولكن مش عيب ان انا اجيب ناس من بره، ناس من بره تساعدكم، واحنا كنا بنعمل كده، عندنا ناس من بره عندهم خبرات كتيره يا كابتن اسلام. يعني لما يجيب اسامه حسن النهارده ومحمد سعيد وتحسين ابو السادات وجماعه تعالوا ساعدونا واشتغلوا معانا بقى في الملعب ووقفوا معانا، مفيش مشكله خالص، ولكن اعتقد العدد اللي موجود مش كافي جدا لتطوير المنظومه. طيب. بشكل كويس. كابتن تحسين، كابتن ناصر دخل بسرعه في الجيم. تمام. وقال المشكله في اللجنه، تتفق ان المشكله في اللجنه ولا المشكله في الحكام انفسهم؟ المشكله في سياسه اللجنه. سياسه اللجنه هي نفس الحكام بتوعنا هم اللي كانوا موجودين في افريقيا وتفوقوا. ليه؟ ايه السبب؟ الخلاف عشان الناس تبقى عارفه بس، ان انا وانا في البطوله تمرين عملي يوميا في الملعب، سواء في غرفه الفار في الملعب مباراه من ماتش محكم كامل بالفار بالحكم الرابع بالاثنين المساعدين شغالين 24 ساعه شغل تحكيم. احنا عندنا من اول اللجنه دي وهي موجوده ما فيش ولا محاضره عمل. بس انا شايف في صور قدامي يعني بريرا، يعني انا ما اعرفش هو اجتمع بالحكام كم مره، بس انا شايف صور قدامي ان الراجل في الملعب ما شفناش، احنا شفناه في القاعات. ملعب ما فيش في القاعات، احنا شفنا اللجنه كلها شغلها نظري. التحكيم مش نظري، والتحكيم مش واتس، والتحكيم مش زوم، تحكيم ملعب. هل ينفع دلوقتي ان انا اجهز لعيب كوره من خلال الزوم او من خلال الواتس؟ لا طبعا، لازم يتمرن. لا، فين التمرين؟ ما شفناش حاجه عملي على الارض، ما شفناش حاجه عملي، بدليل ان احنا لما بنيجي نترجم النظري في العملي بنبوظ الدنيا، بيبقى عكس الحكم عكس الفار، الفار عكس الحكم، الاثنين متفقين على قرار خطا زي ما حصل في اخر لعبه، اتفاق على قرار خطا، معايير كلها خطا. مين شرح لهم المعايير الخطا دي؟ يعني اخر لعبه الاهلي والبنك الاهلي. الاهلي والبنك الاهلي. حضرتك ما تراجعتش وما حدش يقول له اوفسايد، الكره ما فيش فيها تسلل، واللقطه حتى اللي اتعرضت واللجنه خرجتها دي، دي لو اللعبه دي بتاعت لجنه ومخرجاها بنفس انا اللقطه هوا كالتحسين. ايوه، وعايز عايزين الزاويه اللي من جنب من عند حامل الرايه وهو مع اللعبه وعلى الخط، وانت اكتر تمام. واحد هتقدر تفتينا في اللقطه دي يا كابتن تحسين. تمام. نكلم الناس بس بالصوره. ايوه، هنا حامل الرايه هنا مساعد، هنا قراره مساعد. في الملعب يستمر اللعب. مفيش تسلل. ندخل نخش بقى بعد خلاص، هنا المخالفه. هنا المخالفه ركله جزاء. القرار اللي استأنفنا بيه في الملعب ركله مرمى. الطاقم الحكام اللي موجود في الملعب استأنف. ده هل ده في اي اعتبارات في العالم حد يختلف؟ لو جبنا 100 خبير عالمي يختلف ان دي ركله جزاء؟ لا طبعا، لا يمكن. اللجنه اختلفت بقى ان دي ركله جزاء، اختلفت مع الناس. ازاي؟ حصل ايه؟ حصل نائب رئيس اللجنه الكابتن محمد فاروق وزع على المركز الاعلامي، او ده تصريح للمركز الاعلامي لاتحاد الكره، ان الكره تسلل. طيب، انا نقف بس عند النقطه دي. معنى ان نائب رئيس اللجنه صرح تصريح زي ده، يبقى ده قرار اللجنه. مظبوط. يبقى قرار اللجنه بتقول ان الكره دي تسلل. طب نمشي في الاجراءات واحده واحده. امتى راجع الكره دي في التسلل؟ في حالتين اتنين ما لهمش ثالث في لعبه زي دي. لو الكره دي اتحسبت ركله جزاء ارجع اشوف هي تسلل ولا لا، لو الكره دي احرز منها هدف نرجع نشوف الكره تسلل ولا لا. هنا ما فيش لقطه تقول لنا تسلل، الوحيد اللي يحكم على لعبه التسلل هو المساعد اللي في الملعب. اهو الراجل بيقول استمرار اللعب. كابتن هاني، والفار ما رسمش الخطوط، والفار ما رسمش الخطوط، ما راجعش اصلا تسلل، والحكم لعب، والحكم هنا قال يستمر اللعب ما فيش مخالفه، ولعب ركله مرمى. الحكم قال يستمر اللعب ما فيش مخالفه. الفار قال له كونفيرم، استمر اللعب معاك في قرارك، مأيد قرارك. يبقى احنا استأنفنا بايه؟ بركله مرمى. ده الاجراءات اللي تمت في الملعب.
اللي اللجنه صدرته للناس على عكس الواقع. كابتن نصر، احنا لما بنحلل واحنا قاعدين بنحلل نوايا وبنحلل علم غيب ولا بنحلل صوره وفيديو؟ صوره كابتن. صوره احنا كمحللين وكمذيعين وكمشاهدين وكل شيء بنحلل الصوره اللي قدامنا بالظبط. حامل الرايه زي ما كابتن تحسين بيقول، المساعد رفع رايه ما رفعش. كان هاني خيري كابتن اسامه، الكابتن هاني خيري ما رفعش بالظبط. كابتن محمد الحنفي ما رسمش خطوط بالظبط. الكابتن محمود البنا لعب ضربه مرمى بالظبط. اذا الكوره اتلعبت انها كره سليمه وما فيهاش تسلل. تمام صح تمام كابتن، ما فيش تسلل في اللعب. انا بس عاوز يعني اقول حاجه يا محمد، ويمكن في لقطه طلعت بخطوط سريدي. انا بس نفسي تطلع عندنا كده ونشوفها بخطوط تسلل ولا بالثري دي؟ بخطوط تسلل. خطوط تسلل وهوريك على حاجه يعني مش عاوز اقول بقى يعني لا حاجه صعبه قوي. مين اللي وزعها يا كابتن نصر؟ لما تطلع لقطه ديت وتقول للناس ان دي كانت تسلل، يا ريت نجيب اللقطه يا جماعه اللي هي كانت لحظه اللعب خطوط تسلل والكره طلعت. بيقولوا لي الصوره يعني هيحاولوا يجهزوها 4 يارده يا كابتن محمد. انا النهارده بعمل خطوط تسلل، مفروض لحظه لمس الكره اللمس وموقف في تسلل. لما النهارده الصوره تطلع يا كابتن محمد هي لا دي لا لا لا, لا, لا مش دي لا لا, لا 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 اللقطه اللي هي الكره طلعت شويه هتطلع بعد أربع شويه اربع او ثلاث ياردات. دي كانت في احدى الاستوديوهات يا كابتن نصر بالظبط كده. طب هو اللي ينفع لما الفار ما يطلعش خطوط تسلل احد الاستوديوهات يبدا يشتغل هو من نفسه يرسم خطوط ولا يعتد؟ ده ينفع؟ بص يا كابتن عشان كده احنا بنقول ايه من خلال قناه النادي الاهلي، وانا مش مجامله للقناه ولا عشان انا موجود في القناه، ولكن احنا بنطلع بيبقى في عندنا مصداقيه. ايه المصداقيه؟ انا ما اقدرش كمحلل تحكيمي اطلع لقطه كابتن اسامه الكره طلعت ب 3 4 يارده واجيب خطوط من عندي واقول للناس ان هنا كان في تسلل، لان اصلا الفار المسؤول عن التسلل ما طلعش الخطوط. طب المشكله الثانيه، طب لما انت تيجي تعمل حاجه زي كده يعني خلي عندك شويه يعني فكر شويه، لما تيجي تعمل الخطوط طلع الكره لحظه اللمس مش طلع الكره لحظه ما طلعت 4 يارده واعمل الخطوط. طبعا اللقطه دي اثارت جدل كبير جدا جدا، يمكن البعض شافها. هوريك لعبه شبهها في مباراه الاهلي والزمالك كابتن تحسين. احنا بس هنشتت الناس ليه؟ الكره ما فيش فيها تسلل. أيوة. ايه اللي ودانا في خانه التسلل؟ خلي بالك، بص ما فيش تسلل يا كابتن ناصر. طيب نايب رئيس اللجنه بيتوه دي مباراه الاهلي والزمالك تمام في نهائي كاس كره محمد مجدي قفشه لامام عاشور بالظبط. دي بتقنيه الثري دي. 3 دي كره يا كابتن. ايوه كابتن، هنا 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 احنا كلنا مقتنعين لك يا كابتن اسامه. هو مين اللي عمل خطوط الفار؟ الفار اللي عمل خطوط وطلعها تماما واحنا كلنا مقتنعين. انا بس بسال سؤال، لو كان الفار في ماتش الاهلي وبنك الاهلي طلع لنا حسين الشحات تسلل بالخطوط خلاص ما كناش هنتكلم في اي حاجه، ولكن هنا بنلاحظ هنا ان لاعب نادي الزمالك هنا الرجل هنا مغطيه تحسين واضحه جدا جدا. الحكم المساعد واقف تماما، وهنا اللقطه مقنعه للكل مقنعه للكل. انما ما ينفعش انا بص الكره فينا يا كابتن اسامه الكرة لسه ما طلعتش للرجل. يعني هنا لحظة اللعب أو اللمس موجودة وموقف التسلل موجود خلاص، هو ده الخط اللي بيتعمل بقى كده. إنما ما ينفعش أنا أطلع الكرة 3 4 ياردة وأعمل خط. لا طبعا الكلام ده طبعا مقبول. طبعا هنا هدف كان هدف صحيح لإمام عاشور، وزي ما قلت إحنا هنا بنقول اللي بنشوفه. إحنا بنحكي في الصورة يا كابتن محمد، ما بنحاولش إحنا نحط حاجة على الصورة ونحكي فيها. الصورة هي اللي بتتكلم، وإحنا بنطلع نحلل الصورة تحكيمية. كابتن خلصت، عايزين برضو عشان الناس ما تتوهش مننا، بنقول للجنة بعد اذنكم ما تحاولوش تدونا صوره خطا، ما فيش تسلل، كان يجب على حكم الفار ان يستدعي كابتن حنفي، كان يستدعي محمود البنا ويقول له تعالى في احتماليه ركله جزاء راجع اللعبه. اللي حصل كالاتي عشان بس ما ننهي الجدل في اللعبه دي، البنا قال ما فيش مخالفه، الحنفي قال كونفيرم ما فيش مخالفه، يستمر اللعب والاستئناف ركله مرمى وشكرا ما فيش تسلل. طيب قبل ما اطلع للفاصل، الخطا مشترك ما بين البنا والحنفي بس بنسبه كام لكام يا كابتن ناصر؟ شوف يعني انا محترم من الحكمين طبعا، ممكن هم زعلوا مني، اعتقد زعلوا مني عشان زعلوا من الكل ولكن انا بقول ايه، الاخطاء التحكيميه موجوده يا كابتن اسامه. والفار اتعمل ليه يا جماعه؟ الفار ده اتعمل عشان تحقيق العداله التحكيميه. وارد جدا انا كحكم محمد سعيد او اسامه النهارده في موقف الدنيا قفلت عليك، جاي من زاويه يعني تحرك وحش، تمركز وحش، ما تشوفش تفاصيل اللعب. هنا الفار اتعمل عشان كده كابتن اسامه. حاله كان لابد بهذا الشكل تحسين خطا مشترك والايد لا، ما انا قلت لك الحكم ما شافش. يعني البنا ممكن يكون ما شافش، انا مش ببرر لحد، ولكن هنا لما يجي في النهايه خالص هو خطا تحكيمي اثر في نتيجه المباراه، مسؤول عنه طاقم التحكيم بالكامل محمد. خلاص احنا بنتكلم النهارده لو هذه المباراه مباراه بطوله سؤال كان الحل ايه؟ بطوله، يعني النهارده تكسب تاخد بطوله،
والله طيب. بصرف النظر عن النادي الاهلي اللي هو طب لو هبوط كابتن نصر لو فرقه بس النقطه كابتن نصر اللي كنت اتمناه كان المؤتمر الصحفي لمستر كولر بعد المباراه وهو بيقول اخطائه كنت اتمنى ان لجنه التحكيم كانت تطلع تعتذر عن خطا ده وكانوا يقولوا ان في خطا من طاقم التحكيم لا يعتذر لكن ايه ده قالوا لما طلبنا نشر محادثه الفار قالوا ما فيش محادثات بتطلع ده قالوا كلام ليه ما كانت بتزعق بجد انا بناقش كلاتنبرج كان بيحط كان بيعمل ده كل الناس كلها قدام مسؤولياتها الحوار مستمر ولسه في تفاصيل هنتكلم فيها ولسه هنتكلم عن موضوع محادثه الفار ليه ما تطلعش ليه ما تنشرش كل دي بالتاكيد عن التفاصيل هنتكلم فيها ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد يعني الحوار ابتدى سخن على طول في ملف التحكيم ملف مهم جدا واحنا بنتكلم علشان عايزين الفتره اللي جايه عايزين عداله تحكيميه عايزين نشوف صوره التحكيم تكون افضل عايزين التحكيم بتاعنا اللي احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه والكل اشاد بيه وكنا بنشيد بالحكم المصري عايزين نشوفه ايضا في الدوري المصري كابتن ناصر كنا بنتكلم عن موضوع تقنيه الفار كلاتنبرج كان بيزيع المحادثات قبل كده تمام. بعد كده مع بيريرا شفنا يعني بقى متحفظ شويه على الحكام الافضل نرجع نزيع تاني تقنيه المحادثات ما بين حكم الفار وحكم الساحه وكل واحد يتحمل المسؤوليه ويواجه اخطائه ولا نفضل زي الشغل القديم احنا هنا في قناه النادي طالبنا كابتن اسامه بان مش غلط انك انت تطلع مدار ما بين الحكم والفار وهقول لك دليلي ايه هو في بعض البطولات كابتن محمد كابتن اسامه بيطلع دي اللقطه اللي انت كنت محتاجها يا كابتن يعني بس هكمل الجزئيه دي بيطلع الحكم يشرح القرار بعد ما بيروح الفار بيرجع قبل ما بياخد القرار كابتن اسامه بيطلع في الكوميونيكيشن بيخاطب مين بيخاطب الجمهور خاطب المشاهدين هو خد القرار ازاي كابتن تحسين تمام ده مش عيب كابتن ده اللي بيحصل في كاس العالم حصل الحكم بيرجع من الفار كابتن محمد بيطلع يحكي مدار ما بينه وبين الفار يبقى النهارده جلاتنبرج بص يا كابتن ناصر بس الكوره هنا هنا كابتن تحسين الصوره اللي معانا تحسين لا يمكن الحكم مساعد لا يمكن في اي حال من الاحوال من الصوره دي اقدر اقول في تسلل ولا مفيش لا ده ولكن الكوره فين لا الكوره طالعه هنا ما اقدرش اقول ان هنا تسلل لا في الصوره اللي هم عرضها دي مفيش تسلل بعد حتى بعد ما الكوره خرجت وانا في لقطه زي دي لو ما عنديش الا دي بس امشي مع قرار الحكم في الملعب اللي هو استمرار اللعب اللي المساعد اشار باستمرار اللعب لو ما فيش الكادر ده فقط لا غير امشي مع قرار المساعد كابتن تحسين بس في نقطه بس عاوز اقولها كابتن كابتن تحسين انا مش هروح اللقطه خالص مع احترامي للقطه مش هروح لها اصلا كابتن تسمح بس هات اللقطه كابتن لان احنا بنتكلم في خطوط الفار لما تتعمل يا كابتن محمد عشان بس نوضح للساده المشاهدين انا ما ينفعش الكره تبقى طالعه 3 يارده كده بهذا الشكل وارسم الخط هو متى يتحسب التسلل يا كابتن لحظه اللمس يعني يا جماعه التسلل بيتحسب ازاي نقول نوضح احنا بنيجي نحسب التسلل ازاي لحظه لمس الزميل للكره وموقف زميله من التسلل عشان نوضح اذا انت لما تيجي تقول لي في تسلل مش في تسلل وتعمل خطوط تجيب لي لحظه اللمس الاولى اللي معلول. هي بالظبط اللي هي من علي معلول لحظه لمس الكره وتجيب لي موقف تسلل انما ما ينفعش انا هذه الحاله لا دي حاله شكلها مش حلو انا بس ليا تعليق على الحاله دي الحاله دي طالعه من لجنه الحكام فلما تكون لجنه الحكام لجنه حكام مصر مطلعه حاله بالطريقه دي كارثه لا ثواني انا شايف اللقطه من احدى الاستوديوهات التحليليه ايه علاقه اللجنه لا ما حضرتك اللجنه عارف لو لعبه فنيه صورة هتنزل على صفحه الاتحاد اول صوره طلعت من المركز الاعلامي للاتحاد وزعها نائب رئيس اللجنه كابتن محمد تصريح بنفس بالصوره بالتصريح دي خد الصوره بعد دي بعد كده كل الناس خدتها وتداولتها من غير ما تحلل خدت خلاص ده قرار اللجنه وده اوتوماتيك ده قرار اللجنه هل ده قرار اللجنه هل دي الصوره دي اقدر احكم من الكره تسلل ولا لا وبعدين احنا برضو بنلخص ودخلنا في حاره تسلل ومش تسلل احنا ما وصلناش لتسلل اصلا ما فيش تسلل وما فيش قرار بركله الجزاء عشان راجع تسلل طب بريرا كان رايه ايه بما انكم انتوا اكيد قريبين من اعضاء اللجنه ممكن يكونوا عارفين راي بريرا عارف انا الراي بعد جدل اللي دار اطلع قول يا فلان كذا وزي بالونات اختبار كده ونشوف الناس هتوصل لفين وهتمشي في الاتجاه انهي اتجاه كل ده خلص في النهايه ان قرار بريرا ركله الجزاء ومحدش يكلمني في تسلل
قال كده؟ قال كده. ركله جزاء؟ بص ده في الديبريفنج ما ركله جزاء وما حدش يكلمني في سله. ده في الكواليس. ده في الديبريفنج مش كواليس، ده في الديبريفنج. الكلام ده بينه وبين ولو جات لكم تاني احسبوها ركله جزاء. ولو جات لكم تاني. طب الراجل كده اعتقد يعني بيشتغل كويس او بيتكلم صح، يبقى المشكله فيه. لو جات لكم تاني احسبوها ركله جزاء، معنى ان كان في تعليمات اولانيه ان دي مش ركله جزاء. تعليمات من مين يا كابتن؟ من اللجنه. طب ازاي حضرتك يعني اذا كان لا ده الكلام انت بتقوله اعتباراتك. في النهارده ناس بتشتغل يعني من غير قرارات برير رئيس اللجنه. عارف اللعبه دي بتفكرني بايه يا كابتن تحسين؟ كابتن ناصر فاكر لعبه محمد سلامه ميدو مع امين عمر؟ ايوه. ما هي ما احنا بص البروتوكول. بص حضرتك لما احنا سمعنا الفار لو سمعنا الفار هنعرف الكوارث جايه منين. لو سمعنا المحادثه الفار هنعرف ان في كوارث وتيجي منين. اقول لحضرتك طالما رجعتنا للعبه الاولانيه، اللعبه الاولانيه اللي حصل اللي دار كالاتي وتحداهم ويطلعوا الفار دلوقتي، وهقول لك برضو في اللعبه الثانيه اللي في الفار ويتحداهم ويطلعوا المحادثه دلوقتي. في اللعبه الاولانيه بتاعت الاستئناف طبعا لعبه مين؟ لعبه بتاعت نيلي سلامه وامين عمر. امين عمر بتاعت رامي ربيعه. رامي ربيعه الاستئناف. الاهلي برضو والبنك الاهلي. كان الاهلي برضو والبنك الاهلي في لعبه استئناف. امين عمر قال له ايه؟ قال له الاستئناف مش بتاعك، بتاعنا كره هدف. قال له لا ده الكابتن فلان قال لنا تعليمات الكابتن سيد مراد. تعليمات الكابتن سيد مراد نرجع لل وطلع ساعتها الكابتن عصام وقال روح البروتوكول، وقلنا له يا جماعه ما فيش روح بروتوكول. وتاني يوم في الدوري الانجليزي نفس لعبه الاستئناف من رمي التماس، والحكم قال له مش بتاعتك، بتاعت انا وهدف. مظبوط. اظن احنا بقى مش احسن من الدوري الانجليزي اكيد. وخلاص نفس الطريقه لو سمعنا المحادثه هنا هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده. اعتبارات اللجنه مختلفه في اللعبه واختلفت بعد اللعبه. الاعتبارات يا كابتن ناصر اسم محمد كابتن اسامه ممكن بريرا الاعتبارات دي ثابته. يعني ايه ثابته؟ يعني اللي بيتحسب هنا زي اللي بيتحسب في انجلترا زي اللي بيتحسب في المانيا زي اللي بيتحسب، ده قانون مفيش فيه اجتهاد. تعمد يا كابتن. ممكن نشوف بريرا الفتره اللي لا يمكن يقدر يذيع المحادثه. مش هيذيع. لو ذاعوا المحادثه دي اللجنه لازم تقام. انا بقول كلام واضح. طب هو في نقطه هنا يا كابتن، ما هو الخطا مشترك. خطأ مش خطا حكام. طب وايه المشكله لما يكون في خطا والنهارده كابتن ناصر اللي اخطا يتوقف؟ ازاي لما يكون مش في مبدا الثواب والعقاب؟ ازاي لما يكون لجنه بتدرس الحكام غلط هتعمل فيهم ايه؟ بس هنا في نقطه كابتن تحسين معلش. بص كابتن ناصر معلش في نقطه هنا بس انا عايز اتوقف عندها. اتفضل. في اخطاء تحكيميه حصلت مع حكام اخرين على طول اللجنه كانت بتطلع تقول الحكام اخطاوا. ليه الواقعه دي تحديدا اللجنه مش عايزه تقر ان الحكام اخطاوا؟ لا اقرت يا كابتن. لا اللجنة. مش عايزه تقر في مش عايزه تقر فعلا. مش عايزه تكشف. هقول لك انا هقول لك ليه كابتن. ايه الفكره؟ ايه الفرق؟ هقول لك هم اكيد انت فاهمنا يا كابتن تحسين. انا فاهم وكابتن ناصر فاهم. حصل هم اقتنعوا تماما ان ركله جزاء خلاص. اللجنه كلها اقتنعت ان هنا في ركله جزاء وان مفيش تسلل لان التسلل ما ترجعش، والقصه دي كلها الناس عرفتها بعد كده. لكن هم كان الـ رايهم ان احنا كل حاله تحكيميه هنطلع نقول ان ايقاف الحكام او نطلع نقول الحاله بالشكل ده، يبقى هم في كل ماتش هيحصل فيه مشكله هنطلع نقول نفس الكلام. فهو قال لك مش كل مباراه هيحصل فيها خطا تحكيمي هنطلع نتكلم. بالعكس. بس ده خطا. بالعكس يعني خطا كابتن محمد. يعني انا من خلال البرنامج بوتور بيريرا وده راجل بيسمعنا واللجنه كلها بتسمعنا، يا جماعه احنا النهارده عشان نطور التحكيم كويس قوي لابد ان احنا نعرف اخطائنا ايه، لابد احنا نصارح الناس. يا كابتن محمد ما نضحكش على الناس. هو ايه المشكله النهارده؟ هارد ويب اللي هو رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الانجليزي اكتر من 6 مرات يا كابتن اسامه طلع وقال عندي خطا في حكام الفار، عندي خطا في حكام الميدان، طلع قال كده واعتذر للانديه. حصل اعتذار. هو ده التحكيم يا كابتن اسامه. انما عشان انا اطلع اقول ان في تسلل ويودي الدنيا في حته ثانيه خالص وهنا في ركله جزاء صحيحه، اطلع اقول هناك ركله جزاء لم تحتسب وهناك خطا وده الخطا موجود مفيش تحكيم بدون اخطاء يا كابتن محمد. بس اطلع صرح الناس عشان يبقى في تحكيم وهنطور. لو احنا بالشكل ده يا كابتن وهنقول وهنستخبى ومش هنتكلم مش لازم تعلن عقوبه هنطور. الحكم ما تعلنش عقوبه الحكم. عقوبه الحكم يعني متحفظ عليها ليك. انا مش مع العقوبه تطلع لكن لازم تعترف ان في خطا، ولكن اطلع قول ان هناك خطا تحكيمي وارد والاخطاء التحكيميه موجوده. مش عيب كلنا بنخطا يا كابتن محمد. ولكن العيب ان انا اطلع اقول اني على عكس الجزاء وانه كان هناك تسلل وصرف صوره. نحترم دايما. الحمد لله احنا النهارده بسم الله ما شاء الله عندنا محاضرين كبار، ناس بتثقف نفس الناس بتدرس. فلما تطلع تتكلم راعي ان في ناس يعني لابد ان هي حتى تحترم عقولها. لان انت مش هتطلع تقول كده وهنطلع. يعني بعض المحاضرين الكبار زعل مني احيانا. مره في لعبه رامي ربيعه لما طلعت قلت يا جماعه في الاستئنافات مفيش تدخل للفار، وهو راجل عايز عليها جدا جدا واشتغلنا مع بعض. هو زعل مني عشان قلت يا جماعه بتزعلوا ليه؟ ما احنا بنشيد بيكم لما تكونوا كويسين. لما بنطلع نقول حاجه
عشان نوضح ما تزعلش مننا. استئنافات اللعب ده تدخل للفار وكابتن محمد فيها، ودي كانت لعبه رامي ربيعه لما لعب الكره وجت منها هدف ورجع الفار، رجع للفار الحكم وحسب استأنف ولغى الهدف. فهنا من خلال البرنامج كابتن اسامه، كم مره كابتن اسامه انت في مباراه الاشبال وفي برنامجك بتشيد الحكام؟ ده سؤال بس. كم مره انت بتكلمت تقول الحكام كانوا كويسين وحكام كويسين وقلنا من هنا البدايه القاعده كل ما بتوسع القاعده، فعشان الامور بس يا جماعه الصغيرين. احنا والله مش مع حد اتحد، واحنا النهارده مع التحكيم المصري مش مع اشخاص، يعني اي حد هيبقى موجود في المكان يا كابتن واي لجنه احنا معاه، بس لازم انك انت تطور من نفسك عشان نقف معاك. اخطاء التحكيميه مش هينفع ما نطلعش نتكلم فيها يا جماعه، يبقى حد يعني مش طبيعي ان احنا النهارده هيبقى في خطا تحكيمي وانا مش هطلع اتكلم فيه، ده شغلي، ده شغلي. انت ليه زعلان مني؟ انت زعلان مني عشان انا بطلع اقول ان في مخالفه؟ طب اطلع اقول ايه مفيش مخالفه؟ برافو الحكم، ما ينفعش عشان ما تزعلش. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. بس طب السؤال يا كابتن ناصر بعد اذنك، لما يطلع حد على مستوى نائب رئيس اللجنه، استنى ولا الكابتن؟ لا انا بسال بس الناس بس، او اسال اللجنه لما يسال لما يطلع حد على مستوى نائب رئيس اللجنه ويصرح تصريح زي اللي صرح بيه ده مش راي لجنه ولا هو راي منفرد؟ اللي صرح ده نائب رئيس اللجنه كان بيصرح راي لجنه، يعني اللي هو قاله ده تصريح راي لجنه، بدل ما كنت تطلع تصرح تصريح خاطئ اطلع وقول ان احنا عندنا اخطاء وان حكامنا اخطاء. لا هو ليه عمل خطوه استباقيه وصرح قبل ما يقعد مع رئيس اللجنه؟ كابتن لا حضرتك بقى كابتن محمد بعد اذنك، الواتس شغال وكل لقطه اللجنه بتدي فيها رايها حته بحته والواتس شغال. انا لغايه دلوقتي مش لاقي مبرر لا طالع بعلم رئيس اللجنه. ليه؟ بعلم رئيس اللجنه في تبرير هنا للخطا وفي حكام في مباريات تانية ما بيكونش في تبرير، بل بالعكس بيطلع على طول بشكل مباشر حصل خطا وفي ايقاف. طيب خلينا ناخد الاجابه، احنا لو الاجابه في الاجابه في محادثه الفار كابتن تحسين، خلينا ناخد الاجابه نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نستكمل حوارنا مع الكابتن نصر عباس والكابتن تحسين السيد. قصه التحكيم احنا ممكن نبتدي نتكلم من اول الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي برضو في مشاكل، الدوري الاسباني في مشاكل، بالنسبه للدوري المصري لسه عندنا اخطاء، لسه عندنا مشاكل كتير، يمكن مش مؤثره قوي، حصل فيه مشكله في ماتش الاهلي الاخراني برضو، لسه الموضوع محتاج شغل كتير شويه. السيزون ده والسيزون اللي قبله صدقيني سيء سيء من سيء لأسوأ. التحكيم المصري لازم ياخد الثقه، لازم ياخد الثقه عشان يقدروا يديروا المباريات كويس. انا بالنسبه لي كهلاوي الاهلاوي لا انا يعني مبسوط من التحكيم المصري. هو ما اقدرش اقول حلو قوي وما اقدرش اقول وحش، لازم يبقى فيه تنظيم اكتر واحسن من كده. فنتمنى عشان خاطر ناس بتتظلم، فليه لازم يكون التحكيم ده هو القدوه، يبقى حاجه كويسه عشان نبقى نتفرج ونبقى حاسين بالعدل في التحكيم. الحكام بتوعنا بيطلعوا بره بيحكموا 10 على 10، انما في التحكيم في المباريات المصريه انا بقى بشوف حاجات غريبه جدا بصراحه. يعني الـ 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 في ماتش البنك الاهلي ضربه الجزاء اللي كانت لينا واضحه وضوح الشمس، ليه التعمد انما ما يحسبهاش او يحاول يروح يشوفها؟ السيزون ده احسن بكتير من السيزون اللي قبل كده، فيه غلط كتير بس يعني احسن شويه. هو كان وحش جدا بصراحه ومحتاج تصوير. وحش جدا يعني السنه دي، وحش جدا. المفروض يبقى فيه فار، المفروض يبقى احلى، بس حتى في اخر ماتش كان ليه المفروض ضربه جزاء والكره جايه في ايده، بس هو الحكم ما حسبش حاجه والفار مشاها عادي. التحكيم الى حد ما اتعدل كتير بعد الفار، بس برضه لسه في اخطاء تحكيميه موجوده. يعني المفروض بعد الفار الاخطاء تقل بنسبه 99% مثلا، لا احنا لسه في اخطاء، واخطاء بتاثر على نتائج المباراه. يعني مثلا الماتش الاخير في ضربه جزاء الكره جت في ايده، الفار مشاها وحسب ضربه مرمى، يعني حتى ما قالش اوفسايد مثلا وعمل الخطوط بتاعه الفار وقال اوفسايد، لا هو حسب ضربه مرمى وهي الكره جت في ايد اللاعب واثرت على نتيجه المباراه طبعا، وكانت النتيجه اللي احنا خسرنا 3 نقط في الدوري. ما كانتش وقتها بصراحه، يعني بعد قبل التوقف الدولي فاثرت على نتيجه المباراه، فلسه في مشاكل للتحكيم. راي الجمهور في الشارع مهم جدا ايضا في ملف التحكيم، لان دي رؤيه تبقى الناس شايفاها من خلال الشاشات، في ركل جزاء مفيش ركل جزاء. لكن عموما احنا بنسمع كل الاراء عشان في النهايه نوصل لنتيجه، الخطا فين، يعني الحل هيبقى ازاي، كل دي امور اكيد بنناقشها في هذا الملف من خلال حلقه النهارده في برنامج الاهلي في رمضان. لكن قبل ما اروح للكابتن ناصر والكابتن تحسين، كابتن اسامه حسني معاه خبر مهم جدا عن قطاع الناشئين ونتيجه مهمه لاحد فرق قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كابتن اسامه. بنبارك طبعا لفريق 2008 اللي منذ قليل فاز بنتيجه كبيره، فاز بسداسيه نتيجه 6-0 على فريق الاسماعيلي
في ملاعب الناشئين في مدينة نصر في الجولة 25 من بطولة الجمهورية، وأحرز أهداف النادي الأهلي هدفين لبلال عطية، واحد من النجوم المميزين في فريق 2008، وهدف لكل من أدم علاء وحمزة الدجوي وعمر هشهش وعمر كمال، نتيجة كبيرة وفوز كبير. وفريق 2008 عندنا ما شاء الله مليء بالمواهب، اللعيبة المميزة بنبارك لهم، نتيجة كبيرة على فريق كبير زي الإسماعيلي، نتيجة 6-0 أكيد نتيجة كبيرة بتنم إن إحنا عندنا قطاع ناشئين قوي، عندنا لعيبة مميزين. وزي ما قلت لحضراتكم يعني بلال عطية، أدم علاء، حمزة الدجوي، عمر هشش، عمر كمال، دول اللي أحرزوا الأهداف. وكمان يعني فرصة إن إحنا بنقول لتاحة مهاجم 2007 يعني اللي كان أجرى عملية رباط الصليبي، بنقول له يعني الحمد لله على السلامة وإن شاء الله ترجع للملاعب مرة أخرى، واحد من اللاعبين المميزين اللي بينتظر مستقبل كبير مع النادي الأهلي أكيد. طيب كابتن ناصر، احنا اتكلمنا ان المشاكل في اللجنه مفيش تدريبات عمليه. طيب هل هي المشكله كلها في التدريبات العمليه ولا برضو الحكام في جانب هو جانب مقصر في هذا الملف؟ بص يا كابتن محمد، يعني تسمح لي ودي رساله بقولها لك، مستر فيتور بيريرا اقول محمد فاروق، وانا احنا عندنا فيتور بيريرا، محمد فاروق، مجدي رزق، حمد القاضي، احمد ابو العيله، نتكلم مش عاوز انسى حد، مهند، فريد سلطان، وبقيه اللجنه احمد، وكلهم ناس محترمه، وشادي، وكلهم ناس محترمه، احمد ساهر واحمد ساهر واحمد الجرح. كابتن انا بقول من رايي، لو احنا عاوزين التحكيم كويس، احنا عندنا كابتن محمد وده اقتراح بقدمه، عندنا خبرات كبيره جدا كابتن اسامه، مش عيب ابدا ابدا ان انا استعين بالخبرات اللي موجوده، خبرات على اعلى مستوى، في ان انا اجيب مثلا الحكام ذات الخبره اللي هم بيشتغلوا بشكل كويس فني، اجيبهم في معسكرات يشتغلوا معايا، يساعدوني يساعدوني يا كابتن محمد. عندنا جهاد جريش، مش عايز اقول اسماء، جهاد جريش، حسين ابو السادات، شريف صلاح، ايمن دجيش، جمال غندور، سمير عثمان، ياسر عبد الرؤوف، حكام كتيره جدا من المناطق الثانيه، اسماء كتيره، هات الناس دي تشتغل معاك تساعدك. معاك ناس فنيين وفوق دماغنا من فوق يا كابتن محمد، بس الناس الفنيين مش هيعملوا كل حاجه، زي ما قلت تحكيم تطوير محتاج شغل احترافي يا كابتن محمد. اكيد مش احترام ان انا اجي اللجنه اقعد 3 ساعات و4 ساعات واروح، كان ده ما كانش موجود على ايامنا احنا، انا كنت بقعد من اللجنه من الساعه 10 الصبح، يمكن تحسين عارف، ل 10 بالليل بنزل الملعب وبنزل القاعه وبنزل كل ده شغل التحكيم يا كابتن، التطوير التحكيمي مش سهل يا كابتن محمد. طبعًا. الناس تشتغل طالما 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 في احتراف وفي مبالغ بتاخدها، لابد انك انت تشتغل مع كل الحكام، دوليين درجه اولى، قسم ثاني، قسم ثالث، وعندك مشروع الهدف، هات الحكام طور، انزل الملعب، اشتغل عملي، اشتغل نظري، شوف اللي وزنه زايد، شوف اللي مش عارف عنده رشاقه مرونه، عنده مشكله، اشتغل مع الحكام بدني تخصصي نفسي عشان تعمل تحكيم كويس. احنا بنقف مع الناس كلها، بس يا ريت نشوف جديد يا كابتن محمد في الفتره اللي جايه. طيب كابتن تحسين، معلش يا كابتن اسامه، يمكن تذكرت هنا واقعه مهمه جدا ليها علاقه بالفار، وهي مشاكل الفار مش من السنه دي ولا السنه اللي فاتت، من اول سنه طبقت فيها تقنيه الفار، وحتى الكابتن تحسين ابو سادات لحقها. ايوه لحقت الفار. أيوة. وفي واقعه احنا فاكرينها كلنا، كانت مباراه الاهلي وطلائع الجيش في السويس، كوره ابراهيم نور الدين، اهي كان هو حكى المباراه، كوره كنت مساعد في هذا اللقاء، وكان في الفار، كان موجود الكابتن محمود، كان مساعد، كان مساعد اول في كان مساعد اول لا هو كان اعتقد هاني خيري كان مساعد ثاني، هاني خيري كان مساعد ثاني، انا فاكر المباراه دي كويس جدا. اللعبه دي اتراجعت في الفار؟ انا مش هقول لك عدت ولا ما عدتش، ما تراجعتش لا يعني ما تراجعتش ان احنا نقف تعالى شوف، لا العب نفس اللعبه بتاعت لمس اليد اللي في نفس الماتش في الماتش اللي احنا بنتكلم عليه، العب ما فيش حاجه. هل في العاب؟ لا ثواني يا كابتن، لا استنى، ما بيقول له قال له العب كونفيرم، ما عشان كده السؤال، هل في العاب في المباراه اصلا؟ انا كنت في كونفيرم يعني ما راجعش المباراه، لا بيأكد قرار المساعد في الملعب وما وقفش عندها حتى، ما وقفش عندها، لا لا ولا وقف، وانت سامع في الكوميونيكيشن سيستم كونفيرم. وانت قلت ايه يا كابتن حسين؟ انا قلت ان تأنى وراجع، لان ده اهم لعبه في الدوري، اللعبه دي خسرت الاهلي دوري، فاهم؟ والله انا قلت حتى اوقف وراجع، لان دي اهم لعبه في الدوري. انت كانت عندك تحسين تقريبا، لا كانت عندك الناحيه الثانيه، لا لا كابتن تحسين كان مساعد، مساعد. انا فاكر المباراه دي كويس جدا، عشان كده بس هو سمع المحادثه وسمع حكم الفار وحكم انا لا ما هو انت لازم تتكلم كمان، يعني لما يكون في الطقم حد خبره او حكم كبير، انت متاكد؟ لان في ثوره، انا بتكلم على الثوره اللي ورايا، مش بتكلم كمان من يعني كمان انت بتتكلم، هي ما خدتش وقت في المراجعه، لا انا بتكلم في الثوره اللي ورايا في الدكه، في ثوره، بسيوني في رد فعل قوي، فراجع فتأنى، يعني انت متاكد؟
قال لي متاكد خلاص. ما خدت قد ايه يا كابتن تحسين؟ ما خدتش لعبه عادي، يستمر اللعب كونفيرم يلعب. يا نهار ابيض، ثانيه ثانيتين يعني. ما احنا ما راجعناش اللعبه، ما راجعناش كابتن، اللعبه ما وقفش يعني. بص يا جماعه، بعد ثلاث سنين يعني احنا النهارده بعد ثلاث سنين حضرتك نفس اللعبه دي ما تراجعتش. اللعبة ده كونفيرم يلعب ركلة مرمى، اللعبة اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الأهلي الأخيرة هي اتراجعت ما اتراجعتش؟ فخلاص انا طالما مؤيد قرار الحكم هراجع ليه؟ هو الفار اتعمل ليه؟ عشان يقلل الأخطاء. واللي احنا بنشوفه المحادثات الغريبة دي، ما حضرتك احنا بنقول ليه؟ احنا عندنا قصور في حاجات معينة، بنقول يا جماعة المطلوب من لجنة الحكام تعالج القصور، تشوف عندك قصور ايه؟ الأول شخص المرض عشان تقدر توصف العلاج. احنا عندنا قصور في لمسة اليد. طيب انا بس عايز بس اسجل شهاده للتاريخ يا جماعه، دي شهاده للتاريخ. بعد ثلاث سنين المباراه دي اللي كان بيديرها الكابتن ابراهيم نور الدين، مباراه الاهلي وطلائع الجيش واللي اتلعبت في محافظه السويس، لعبه زي دي ما خدتش ثواني وما ترجعتش، كانت حاسمه واتلعبت، ورغم ان الكوره ممكن تكون عدت الخط، وبلعبه زي دي الاهلي خسر الدوري والزمالك فاز بالدوري. سمعتوا حضرتك وصورة. حضرتك كمان مش احنا بنقول حضرتك شغل الفيديو، ما هو لو اللعبه اتراجعت سي مثلا كابتن ناصر الصادق او انا اقول لي لو اللعبه اتراجعت هنوقف اللعبه واللعيبه لا ما وقفتش لا خلاص ما فيش مراجعه. المراجعه بتتم امتى يا جماعه؟ بس الناس تبقى عارفه المراجعه بتتم امتى. لما انا بقول له ستوب اجل، انا الاشاره بتاعه الحكم دي بتاعه الحكم في الملعب اهو، دي اشاره ان انا براجع ستوب وبسمع غرفة الفار. هل ده تم في اللقطتين؟ في اللقطتين شفت حاجه من دي؟ لا مفيش، ده ما ثانيتين ثلاثه ويلعب كونفيرم. ما لازم الناس تبقى عارفه وهي بتتفرج في مراجعه ولا بيتم مراجعه ولا ما بيتمش، المراجعه بتتم ولا لا. الحكمين لسه بيديروا مباراه لغايه دلوقتي في الدوري. ما هو كل الناس اللي بتخطا بتدير، ايه الفرق؟ طيب اتفضل يا كابتن مصطفى. اسمحني بس، انت يمكن سالتني سؤال كابتن اسامه، هو بيتكلم على لجنه الحكام والحكام، انت قلت لي لجنه الحكام عندها بعض المشاكل والحكام. كابتن محمد في نقطه مهمه جدا، الفار اتعمل عشان يساعدك انت كحكم في الحالات الصعبه اللي ممكن انت كحكم ما تشوفهاش. هو واضح ان الفار ساعد ناس ثانيه والله يا كابتن نصر. يعني انا اتفاجئت اهو برد كابتن تحسين. ده الفتره دي يا سعيد كان في العاب مقصوده انها بتاخد وقتها وبتتراجع ومن كل الزوايا، وممكن نشوف الحكم يوقف اللعب خمس دقائق وسبع دقائق، وفي العاب بتكون زي بتاعه النادي الاهلي بتعدي واشكرام، بنكتشف حاجات بالصدفه. احنا مش بنتكلم في انديه ومش بنصنف برضو، خلينا احنا بنتكلم على حاله. انا عندي حالات كتير بخلاف دي وبرضو ما اترجعتش. طيب. وعندي حالات كتير اترجعت والقرار خطا من الاثنين، من الحكم ومن في لمسات اليد وفي العاب مهمه جدا، في العاب مش دي بس، عندي لسته طويله. اذا في قصور بشكل عام، في قصور في اداء الحكام، وفي قصور في العلاج اللي هو بيخص اللجنه. لان انا دلوقتي لما بشوف اخطاء بتتكرر لازم استوب، تعالوا في معسكر وابدا اشرح الحالات دي للحكام واعدل. تمام كابتن نصر، عشان وقتنا اتفضل. رغم الاخطاء متفائل بالتحكيم الفتره الجايه ولا لا؟ شوف يا كابتن، متفائل بالتحكيم لما الناس يعني يتقبلوا كلامنا ويطوروا من ادائهم، وشوف ايه السلبيات ويشتغلوا. هم بيشتغلوا خلينا نتكلم بامانه، الناس بتشتغل، ولكن انا بقول هذا الشغل لا يكفي يا كابتن محمد. يعني ايه؟ ما انا النهارده لو انا عودت الحكم، ما هي المشكله يا كابتن محمد ايه؟ انا الحكم ما بيتمرنش فني وعملي. انت كل مره بتجيب الحكام، بتجيبهم تحسين بيتفرجوا على الحالات التحكيميه وتقول له شكرا، او ابعت له على الواتس. انا النهارده انا بقول انا بقول النهارده مش اكتر من كده، اشتغل مع الحكم في الملعب اكيد مش هيروح الفار اكيد. طول ما الحكم يا كابتن بيشتغل في الملعب وانت بتصحح له اخطاء، كابتن اسامه بتقول له التمركز فين والتحرك فين، اشتغل على نفسك، ما تعتمدش على الفار، دي مهمه جدا جدا جدا. انما لو انا اديت اوبشن للحكم تشغلش بالك الفار موجود واي حاجه، لا التحكيم مش كده يا كابتن، التحكيم ملعب، انا بقول اهو ملعب، بيشتغل مع الحكام في الملعب. شوف وزن الحكم، شوف رشاقته، نشوف سرعته، تمركزه، نشتغل الحاجات دي اكيد الحكام لولا الوقت كنا عايزين نتكلم في التصميم ونتكلم في التمام. هنتكلم 30 ثانيه بس، لكن اتفضل يا كابتن 30 ثانيه بس. هم اللي عاملين ازمه، يعني عندنا ازمه في التحكيم تتلخص في الاتي: تعليمات اللجنه، لو انت رحت للفار وغيرت قرارك هتتوقف، ولو انت استدعيت الحكم
لا مش هتتوقف, هو هيقل. بص يا كابتن نصر, بص يا كابتن نصر بعد اذنك هيتوقف. بص يا كابتن نصر, بعد اذن حضرتك, انا بقول لك سياسه اللجنه علشان عشان كده بيحصل وقت بدل ضايع يا جماعه. عشان كده بيحصل عناد بين الحكم والفار. بيحصل عناد, وده اللي بيبوظ اغلب الماتشات. بيحصل عناد بين الحكم والفار. لا انا اقول له تعليماتي, لو انت رحت للفار واديتني قرار صح فخلاص انتوا كده اللي بتلعبوا في برنامجنا في شويه ضايع. بنسافر في التسعين. شرفتنا ونورتنا يا كابتن تحسين. شرف بوجودكم, وانا شرف لي ان انا موجود معاكم. شرفتنا ونورتنا يا كابتن, كابتن ناصر ده استاذي لعبتوا مع بعض. لا ده هو درس لي. استاذ. شرفتنا ونورتنا يا كابتن ناصر, ولعبنا مع بعض. سعيد بيك جدا جدا كابتن اسامه, وسعيد بكابتن محمد, وسعيد ان انا موجود مع الكابتن تحسين النهارده. نتمنى نكون وصلنا حاجه كويسه, وان شاء الله يا كابتن محمد وكابتن اسامه لو في فرصه ان شاء الله نكرر ونتكلم في موضوع التصنيف, ونتكلم يا جماعه عشان نقف مع التحكيم بشكل ان شاء الله. واحنا على المستوى الشخصي يعني ما زال عندنا ثقه كبيره جدا, مش هنفقدها ايضا في التحكيم المصري زي ما شفنا تحكيم مميز كاس الامم الافريقيه. نتمنى ان شاء الله يعني بعد التوقف في الدوري ده نشوف يعني التميز في التحكيم المصري مره اخرى في الدوري المصري. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, وبشكر ضيوف الكرام. كل سنه وحضراتكم طيبين, واسيب بقى ضيفي او زميلي محمد سعيد هو ينهي مع حضراتكم حلقه اليوم. يعني بالتاكيد بنشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده. حلقه كانت مليئه بالاخبار وبالكواليس, واتكلمنا كمان في تفاصيل متعلقه بملف التحكيم, ولكن ما زال هذا الملف مفتوحا للفتره القادمه. لسه هنتكلم عن التصنيف, لسه في اجتماع للجنه مع الحكام الدوليين الاسبوع المقبل. هذا الملف مستمر معنا, لان لسه الدوري مستمر لغايه منتصف شهر اغسطس, او لعل وعسى ممكن يكمل معانا لشهر 9 اللي جاي. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده, وكل سنه وحضراتكم طيبين, والى اللقاء الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامج الاهلي في رمضان.